أهلا بحضراتكم في الأمريكان دبلوما كونفرنس. النهاردة احنا هنتكلم معاكم عن الأمريكان دبلوما وإيه الامتحانات اللي موجودة، إزاي نقدر نمانج الأولاد في الكام سنة اللي جايين بالنسبة للناس اللي لسه داخلة 9 و10 و11 و12، وبالنسبة للناس اللي اوريدي في 11 و12 لو عندهم أي أسئلة أو محتاجين أي حاجة هنقدر إن احنا نجاوب عليها في آخر الندوة. أنا هبدأ مع حضراتكم. أنا جون، أنا مدرس إنجليش. تعالوا كده نتكلم في إيه هي الامتحانات اللي عندنا، إيه هي الكونتنتس بتاعة المواد، يعني الجي بي إيه مع الامتحانات، إيه العلاقة ما بينهم؟ محتاجين نفهم الحاجات دي كلها علشان نقدر نتابع مع الأولاد في السنين اللي جاية. أول حاجة إحنا محتاجين نعرفها بالنسبة للإنجليش، طبعا لسه هتكلم بالتفصيل عن الامتحان وتقسيمته والاختلافات ما بين الامتحانات والقصص دي، لكن في حاجة في باك جراوند أساسية محتاجين نفهمها عن الإنجليش بشكل عام، هي إن في حاجة اسمها كومن كور ستيت ستاندردز. الكومن كور ستيت ستاندردز دي حاجة زي نقدر نقول عليها كده المبادئ الأساسية اللي أي منهج في ايا كانت المدرسه يعني هيحتاج ان هو يغطيها، ونفس الماتيريال دي او نفس الافكار او السكيلز هي اللي الاولاد بتمتحن فيها في امتحانات الامريكان دبلومه سواء كانت سات او اي سي تي او اي اس تي. طيب ايه هي الكومن كور ستيت ستاندردز دي؟ ايه هي المبادئ الاساسيه اللي مطلوب من اي طالب دبلومه امريكيه يكون عارفها علشان يقدر يدخل الجامعه ويقدر يكون كومبتنت او يقدر يتعود على النظام وينجح فيه يعني؟ تعالوا كده نشوف السكيلز دي، لان احنا الكلام ده كله هنرجع له تاني وهيفرق معانا في فهم طبيعه الامتحانات. اول سكيل عندي بيقول لي cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطالب محتاج يكون بيعرف يطلع دليل على الافكار اللي بيقراها في التكست. هو بيقرا قطعه معينه او passage ايا كان نوعها ومحتاج ان هو يطلع ايفيدنس عليها. دي اول فكره عندي. اوكي طيب تاني سكيل عندي بتقول ايه؟ طبعا الايفيدنس بيكون على الحاجات الواضحه، الحاجات الاكسبليسيت او الحاجات المباشره، او الحاجات اللي بتبقى انفرنسز يعني استنتاجات. اوكي يبقى ادي اول سكيل عندي. تعالوا نشوف السكيل الثانيه بتقول determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development. يعني محتاج أعرف الفكرة الأساسية بتاعت التكست اللي أنا بقراه، ومحتاج أشوف التكست ده بيتطور إزاي، الأفكار اللي جواه بتتطور وبتتقدم وبتوضح إزاي، ومحتاج أركز في الـ specific details أو التفاصيل اللي جوه التكست. ثالث سكيل عندي بتقول analyze how complex characters develop over the course of a text. يعني محتاج أركز في الشخصيات اللي موجودة عندي في التكست اللي أنا بقراه لو كان قصة يعني، وأشوف الشخصيات دي بتتطور إزاي وعلاقتها إيه ببعض. أوكي طبعا إحنا شايفين هنا إن المستوى ده من الإنجليش أو المستوى ده من التعامل مع النصوص ادفانسد شويه، يعني دي مش حاجه شبه اللي كنا بنعملها في ناشونال، دي حاجه اعلى بكتير، دي حاجه محتاجه تدريب ومحتاجه تجهيز كويس، ومحتاجه ان الطالب يبتدي يتعامل مع نوع متقدم جدا من الادب الليترتشر. تمام تعالوا نشوف السلايد اللي بعده. انا هحاول ان انا اعدي على الكومن كور ستيت ستاندردز بشكل سريع شويه. اوكي السكيل الرابعه determine the meaning of words and phrases as they are used in the text including figurative and connotative meanings. يعني مطلوب مني هنا، الناس سامعاني كويس؟ please can you just give me confirmation لو الصوت كويس، في ناس بس كاتبه ما فيش صوت. اوكي تمام ماشي. فالسكيل الرابعه بتقول determine the meaning of words and phrases، يعني مطلوب مني ان انا احدد معاني الكلمات والفريزز اللي انا بقراها as they are used in the text. الجمله دي مهمه قوي، يعني ايه as they are used in the text؟ يعني دايما لما بيجي لي اي سؤال vocab بيسالني على كلمه او بيسالني على مجموعه كلمات عن معناهم، انا محتاج ان انا افهم ان معنى الكلمات
بيتحدد على حسب الجملة أو على حسب الباسج اللي هي فيها. ما ينفعش أروح للديكشنري وأقول معنى الكلمة كذا في الديكشنري، ده ما ينفعش، اللغة ما بتشتغلش كده. اللغة دايماً بتشتغل في حاجة اسمها كونتكست، في سياق، لازم أكون فاهم السياق علشان أقدر أحدد معاني الكلمات. طب أنا ليه بقول الكلام ده؟ أنا ليه بحاول أشرح بالتفصيل كده السكيلز اللي الولاد محتاجة تتعلمها؟ لأن في تصور مش حقيقي عن الدبلومه الامريكيه، وهو ان الدبلومه الامريكيه دي سهله، احنا بندخلها علشان ننجح ونجيب سكورات وخلاص. لا، هو الموضوع في الحقيقه مش كده. الموضوع ممكن، وفي ناس كتيره بتجيب سكورات كويسه، لكن الطالب لازم يكون مجتهد ولازم يكون فاهم ان هو رايح على حاجه ادفانسد، حاجه متقدمه، مش حاجه سهله، مش حاجه انا داخل اخد فيها درجات وامشي. اوكي؟ فلازم نقدم الاولاد الصوره صح، علشان هم ما يدخلوش حاجه وهم حاسين ان هم داخلين يكسلوا او يريحوا، لان ده بيكون اول سبب في ان هم ما بيجيبوش سكورات. عندي بعد كده حاجه اسمها فيجرتيف لانجويج، اللي هي استخدام اللغه في رسم صور معينه، ان انا بحاول اقدم صوره باللغه، فيجرتيف لانجويج او كونوتيتيف مينينج، يعني المعاني غير المباشره للكلمات، الدلاله بتاعت الكلمه. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف السكيل اللي بعدها، مش هنقف عندهم كتير قوي، لكن هنحاول بقدر الامكان نغطي الأفكار العامة. Analyze how an author's choices concerning how to structure a text, order events within it, and manipulate time create such effects as mystery, tension, and surprise. يعني إيه الكلام ده؟ يعني محتاج أفهم الكاتب اللي عمل التكست ده اختار الاختيارات دي ليه؟ هو ليه نظم التكست بتاعه كده؟ هو ليه حط الجملة دي هنا؟ ليه اختار الكلمة دي تحديداً مش كلمة تانية؟ لازم أكون فاهم دور اختيارات الكاتب علشان اقدر اكون تصور عن معنى التكست اللي بقراه. طبعا زي ما انتم شايفين الكلام ده تقيل، يعني يمكن لو في حد هنا كان كلية اداب او تربية ممكن يلاقي ان ده اصلا الحاجات اللي بتتاخد في الكلية، اداب تحديدا يعني. Analyze a particular point of view or cultural experience reflected in a work of literature. يعني انا محتاج ان انا احلل وجهة نظر التكست اللي قدامي، او احلل الاكسبيرينس، الكالتشرال اكسبيرينس اللي بينقلها لي التكست. ده معناه ايه؟ ان انا ممكن اقرا تكست الاقيه مثلا الكاتب بتاعه هندي، ممكن الاقي الكاتب بتاعه اسباني، او ممكن الاقي الكاتب بتاعه روسي. ده معناه ان انا بتعامل مع كالتشرز كتير، وده جانب مهم جدا في الدبلومه الامريكيه، ان هي بتخليني اشوف العالم، اشوف الليترتشر بتاع العالم مش الليترتشر بتاع لغتي بس. وده محتاج حد واعي، حد عنده القدرة على التحليل والفهم. طيب تعالوا نشوف آخر مجموعة من السكيلز في الكومن كور ستيت ستاندردز. Analyze the representation of a subject or a key scene in two different artistic mediums, including what is emphasized or absent in each treatment. دي مش بتكون موجودة كمقارنة النصوص العادية مع الشعر مثلا، أو النصوص مع الرسم، ده بيكون موجود في مواد الجي بي اي، في الانجليش بتاع الجي بي اي، لكن مش موجود في الـ في الاس اي تي والاي سي تي والاي اس تي. لكن البديل بتاعه بيكون ان انا بكمبير تو تكستس، يعني بيبقى عندي باسج مقسومه اتنين فيها فكرتين، كل باسج بتقول وجهه نظر، وبقارنهم ببعض علشان اقدر احدد العلاقه ما بينهم، متفقين، مختلفين، طب متفقين في ايه، طب مختلفين في ايه، ردوا على بعض ازاي. ده برضو بنشوفه في الامتحانات. سكيل نمبر 9، analyze how an author draws on and transforms source material in a specific work. دي بنشوفها في الجي بي اي، لكن مش بنشوفها في امتحانات الامريكان دبلومه، بنشوفها في الجي بي اي في المدرسه. سكيل نمبر 8 مش ابليكابل للليترشر، عشان كده مش هتلاقوها هنا. تمام؟ طيب يبقى السكيل دي خاصه بالجي بي اي. هنتكلم بعد شويه عن علاقه الجي بي اي بالمواد بتاعه السات والاي اس تي والاي سي تي، علشان نشوف هنستفيد ازاي من المدرسه. يعني احنا عايزين برضو الولاد تستفيد من الجي بي اي. الجي بي اي ده مش حاجه احنا بنروح ندفع فيها فلوس وندخل مدرسه وناخد سكور جي بي اي ونمشي، لا، احنا لازم نعرف ان لو انا كويس في حاجه الجي بي اي في المدرسه وبذاكرها كويس والضمير ده هيساعدني وهيسهل عليا كتير الطريق بتاعي في مذاكره السات او الاي سي تي او الاي اس تي. اخر سكيل عندي، by the end of grade 9 read and comprehend literature including stories, dramas and poems. هو بيقول هنا ان الطالب مع اخر جريد 9 المفروض ان هو يكون مستعد يقرا ايه؟ انواع مختلفه من الليترتشر، وطبعا الكومبلكستي بتاعه التكست بتزيد مع الوقت. يعني السكيل دي فيها نقطه مهمه، وهي بتقول ان
المفروض الطلبه بتكون مستعده للكونتنت بتاع امتحانات السات والاي سي تي والاي اس تي من اخر جريد 9. يعني انا بدخل 10 وانا شفت اغلب الافكار اللي هتيجي في الامتحان. امال ايه اللي بيحصل في 10 و11 و12؟ بيحصل بقى ديفلوبمنت، بتبقى الافكار معقده او مركبه اكتر وبتبقى اصعب شويه، لكن هي نفس الاساسيات، نفس المبادئ الاساسيه، او نفس ال 10 سكيلز او ال 9 سكيلز اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب تعالوا كده نشوف كويك ريفيو، مراجعه سريعه كده للايه، للمحتوى بتاع امتحانات السات والاي سي تي قدام بعض. طيب اول حاجه بناخد بالنا منها ان الاثنين شغالين على الكومن كور ستيت ستاندردز، تمام؟ ده معناه ان السات والاي سي تي بيشتغلوا على نفس السكيلز. انا ما بتعاملش مع امتحانات بتمتحنني في محتوى، الامتحانات دي مش امتحانات محتوى، دي امتحانات مهارات. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش في حاجه معينه هذاكرها اخش الاقيها في الامتحان، هي الفكره دي مش صح. هو اللي بيحصل ان انا بتمرن على مهارات معينه وبطبقها على اي تكست بيجي لي في الامتحان. اوكي، ده برضو اختلاف كبير ما بين اللي بيتعمل في الامريكان دبلوما وما بين اللي بيتعمل في ناشونال. في ناشونال كان مثلا على ايامي بناخد حاجه اسمها ستوري، بنذاكر الستوري ونخش نحل في الامتحان اسئله متوقعه ومعروفه ومحفوظ اجاباتها. في الامريكان دبلوما ما فيش الكلام ده. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بتعلم احلل التكستس، بعمل اناليسس وبطبق الاناليسس ده على اي تكست بشوفه، سواء كان التكست ده نوفل، سواء كان التكست ده ليه علاقه بالهيومن ساينسز او السوشيال ساينسز، او ليه علاقه بالناتشرال ساينسز زي البيولوجي زي الكيمستري او غيره. اوكي طيب لحظه واحده. اوكي just give me a second، معلش هرد بس على حد مش عارف يدخل الميتنج، كاتب لي على الشات هنا على زوم. لحظه واحده. طيب تعالوا نكمل. عندي بعد كده سيكشن الرايتنج او اسمه سيكشن الانجليش في الاي سي تي. عندي 44 questions بالنسبه لل حل السؤال بيتحل في حوالي قد ايه؟ في 48 seconds. تمام؟ بالنسبه للاكت 75 questions بيتحلوا في 45 minutes، ده معناه ان وقت الاكت بالنسبه للسؤال اقل في قد ايه؟ اقل 12 ثانيه. اقل 12 ثانيه. يعني وقت الاي سي تي مزنوق اكتر. طيب بالنسبه للريدنج عندي 52 questions في السات والاي اس تي. طبعا اللي ينطبق على السات ينطبق على الاي اس تي برضو، التفاصيل دي كلها مشتركه ما بين الاثنين، وبيتحلوا ال 52 questions دول في 65 minutes بمعدل 75 seconds للسؤال. طبعا هنتكلم بالتفصيل في الحته بتاعه تقسيمه الوقت دي، لان الطالب محتاج يكون سريع في القرايه علشان يقدر يسيب وقت للاجابه، وهي دي التشالنج الكبيره. يعني اي حد عنده اولاد اوريدي دخلوا الامريكان دبلوما او في جريد 11 مثلا وخلصوا البيزكس كورسز، هيعرفوا ان التشالنج الكبيره قوي في الامتحانات دي هي ازاي اقرا بسرعه، ازاي اكون سريع في القرايه واقدر ان انا اجاوب. الناس اللي عندها مشكله في القرايه وعندهم بطء شويه بيبقى الموضوع تشالنجينج. طيب تعالوا نبص بعد كده على الاكت. عندي 40 questions بالنسبه للريدنج، 40 questions بالنسبة للريدنج بيتحلوا في 35 minutes، وده معناه ان الوقت تقريبا 53 seconds. طيب زي ما قلت لحضراتكم اللي بينطبق على السات بينطبق على الاي اس تي، الامتحانين بنفس الديزاين. اوكي فعدد الاسئلة في السات والاي اس تي واحد، يعني لما اتكلم على السات انا بتكلم على الاي اس تي برضه. طيب عندي سكشن الاسي، ده سكشن اوبشنال بنحتاجه لو احنا هنقدم في مكان عايز الاسي، لكن هو مش بيكاونت ان في السكور بتاع الامتحان، مش داخل في سكور الامتحان. باخده بس لو الجامعه اللي انا هقدم فيها
محتاجاه. طيب في السات والاي اس تي الساينس سيكشن بيكون انكلودد جوه الريدنج، يعني لما انا بحل الباسجز بتاعت الريدنج بلاقي جواها حاجات ساينتفك، لكن في الاي سي تي بيكون سيكشن منفصل. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بالنسبه للاي سي تي اخر محاوله ليه في شهر 7، ويعني بعد كده من بعد شهر 7 هيكون مفيد بس للناس اللي هتسافر بره. يعني لو انا عايز اسافر امريكا او اسافر اي بلد تانيه هحتاج الاي سي تي او السات لو انا هعرف اطلع اخده بره مصر يعني. لكن بالنسبه لمصر لا السات ولا الاي سي تي هيبقوا مقبولين من بعد التنسيق اللي جاي. تمام؟ فده بس للمنح، يعني الاي سي تي هيكون خاص بالمنح او بالدراسه في الخارج او بالجامعات الدوليه في مصر، يعني الجامعات الدوليه في مصر اللي لا تخضع للمجلس الاعلى للجامعات المصري. طيب الماث انا مش هتكلم فيه طبعا، ده هيتكلم فيه مستر وسيم وهو افضل مني 100 مره في الموضوع، فهو يقدر يتكلم عن الماث. البرفكت سكور في السات بيكون من 1600، ونفس الكلام مع الاي اس تي بيكون 800 انجلش و800 ماث. طبعا بيتقسموا بالنسبه للانجلش 400 ريدنج و400 رايتنج. النتيجه بتاعت السات تقريبا بتطلع في حدود اسبوعين او ثلاثه، الاي سي تي كانت مفروض نظريا بتطلع في 48 ساعه، ذاتس وات واز سيد، لكن الحقيقه ان هو ما بيطلعش في 48 ساعه، بيطول عن كده. السات في الخليج مش كمبيوترايزد يعني بيبر، لكن الاي اس تي في مصر كمبيوترايزد، الاي اس تي كمبيوترايزد لكن السات لا. اوكي الاي سي تي طبعا كمبيوترايزد. طيب الاسئله اللي على الشات يعني هستاذنكم نجاوب عليها بعد ما نخلص البرزنتيشن. طيب دي السكورز بتاعت بعض الطلبه اللي خلصوا معانا الكورس، و الهدف من هنا ان انا اوريكم اتس دوبل، يعني احنا نقدر نجيب سكورات، نقدر نعمل ده. في مثلا 34 انجلش من 36، في 730، 720، في 700. اوكي فالدرجات العاليه ممكنه الناس تقدر تجيب سكورات، بس السؤال نعمل ده ازاي؟ يعني هو الفكره احنا ممكن نجيب السكورات دي ازاي؟ تعالوا كده نتكلم في هاو كان وي دو ات. اول حاجه لو انا عندي طالب جاي من ناشونال لازم اكون عارف ان التشالنج بتاعته كبيره شويه، يعني هو مش هيبقى الموضوع بالنسبه له سهل قوي زي ما احنا متخيلين، لا في تشالنج، في تشالنج ليها علاقه بان مستوى اللغه اللي هو كان بيدرسه في ناشونال اقل بكتير من مستوى الامريكان، وبالتالي هو محتاج يشتغل على نفسه جامد، محتاجين ان احنا نديهم دوافع نعرفهم ان الموضوع محتاج مجهود علشان ما يريحوش. طيب اول حاجه محتاج اركز في البيزكس كورس، لازم يكون كورس قوي جدا. ليه البيزكس كورس قوي جدا؟ علشان هو ده هيديني الاساسيات الرولز، وهيفهمني شكل الامتحان والديزاين بتاعه والتقسيمه بتاعته والامتحان ده عايز ايه علشان اقدر اتعامل معاه. طيب البيزكس كورس محتاج ما يكونش طويل جدا، يعني البيزكس كورس محتاج ان هو ما يطولش لفتره طويله، not a long course. طب ليه مش محتاج يكون very long course؟ علشان هو كده كده وانا بحل في اسئله كتير بتتعاد وبتتكرر والرولز بتتراجع 100,000 مره، فمش احسن حاجه ان انا اضيع سنه كامله مثلا في البيزكس، مش احسن حاجه كده. اوكي انا محتاج البيزكس تخلص تكون واخده وقتها مش بتسرع لكن في وقت مقبول، وبعد كده ابتدي احل امتحانات. طيب في جزء هنا راجع الطلبه developing reading habits، يعني ايه؟ يعني المفروض في الامتحان ده انا هقعد اقرا at least بالنسبه للانجلش مثلا لو انا داخل اي اس تي او سات بتكلم مثلا في قد ايه 45 و65، يعني مثلا say nearly ساعتين. اوكي nearly ساعتين ده غير الماث. طيب الساعتين دول انا هقعد اقرا فيهم انجلش، ينفع انا يكون استعدادي او قدرتي على القرايه اخرها 10 دقائق؟ هل ده هيخليني ادخل الامتحان واركز واحل واجيب سكور؟ طبعا لا. يبقى انا محتاج ان انا احول القرايه لجزء من الروتين اليومي بتاعي،
يعني القرايه ما تبقاش هي الحاجه الاستثنائيه، ده بالعكس تبقى الحاجه اللي بتحصل بشكل يومي بشكل معتاد بشكل سهل، علشان لما اعمل ده في الامتحان ما اتعبش. زي لعيب الكوره، هل لعيب الكوره مثلا يقدر يتمرن 5 دقائق او 10 دقائق كل يوم واول مره ينزل يلعب ساعه ونص تكون يوم الماتش؟ لا مش منطقي. يبقى انا لازم اكون لعيب كويس، اعمل ايه؟ مذاكرتي وقرايتي كل يوم ما تقلش عن 2 3 ساعات متواصله علشان تكافئ المده اللي انا همتحنها يوم الامتحان. فلازم اتعود على القرايه وتبقى حاجه ناتشرال بالنسبه لي مش بمجهود، وبالتالي لازم يكون ليا قرايات يوميه مش بس مذاكره لكن قرايه بشكل عام، اقرا في العلوم، اقرا في التاريخ، اقرا في الادب، لان ده اللي انا همتحن فيه. كل المعلومات اللي بتضاف لي، كل الفوكابس اللي بتيجي قدامي وبتعلمها هتفيدني وهتساعدني في وقت ما في الامتحان. طيب عندي الفوكابيولري، فوكابيولري للكلمات طبعا، عدد الكلمات او نوعيه الكلمات او مستوى الكلمات اللي بيتعلمها الولد في الناشونال بتكون اقل بكتير جدا من اللي بيتعلمه في الامريكان، وبالتالي هو لو حد جاي من ناشونال ورايح امريكان لازم يعمل حسابه على كميه مذاكره كبيره جدا في الفوكابس. ده يعني ديل بريكر زي ما بيقولوا، لو في حد مش كويس في الفوكابس هيتعب. طيب لو حد امريكان هل بالتاكيد هيكون كويس في الفوكابس؟ لا، على حسب برضو مستوى المدرسه في شغلها معاه. لو المدرسه مش بتشتغل معاه فوكابس كتير هيبقى تعبان، هيحتاج يعمل ايه؟ هيحتاج ان هو يبتدي يحفظ فوكابس ويجمع حصيله كلمات تساعده ان هو يحل كويس في الامتحان. طيب عندي سيكشن بعد كده او بوينت بعد كده اسمها كومبتنت نوليدج. نوليدج يعني ايه؟ يعني معرفه. طب معرفه بايه؟ دلوقتي الطالب ده اللي داخل يمتحن هيقابله كميه مجالات كبيره جدا، هيقابله فيزيكس، هيقابله بيولوجي، هيقابله كيمستري، هيقابله هيستوري، هيقابله هيومانيتيز، هيقابله حاجات ليها علاقه بالايكونومكس بالسوسيولوجي، كل دي مجالات علميه محتاج يقرا فيها ويعرف عنها كتير. طب النولج دي هجيبها منين؟ هو النولج دي لازم اقعد انا اقرا لوحدي؟ لا، عندي كنز اسمه الايه؟ الجي بي اي. طيب الجي بي اي ده هستغله ازاي؟ الجي بي اي ده انا باخد فيه كل المواد اللي ممكن تساعدني في ان انا الانجليش بتاعي يتحسن. يعني من ناحيه الساينسز العلوم هاخد علوم، من ناحيه الهيستوري هاخد هيستوري، هاخد تاريخ، هاخد حاجات ليها علاقه بالايكونومكس والسوسيولوجي. يبقى انا استغل الجي بي اي في ان انا اذاكره كويس واطلع منه كلمات واطلع منه افكار، لان كل ده في الاخر هيرجع لي تاني فين؟ في امتحان السات او الاي اس تي او الاي سي تي. يبقى لازم نشدد على اهميه الجي بي اي، نشدد على اهميه الجي بي اي. اوكي طيب تعالوا نشوف بعد كده البوينت اللي اسمها براكتس. يعني ايه كونتينيوس براكتس؟ مش كفايه ان انا اعرف عن الامتحان، يعني مش كفايه ان انا اعرف عدد الاسئله، مش كفايه ان انا اعرف نوعيه الاسئله، انا لازم احل كتير، لازم ادخل الاكسبيرينس بتاعه الامتحان واحل كتير واتعود والوقت يظبط معايا ورهبه الامتحان تقل علشان اقدر اجيب سكور. وبالتالي مش كفايه ان انا احضر كورس بيزكس وامشي، لازم احل. اوكي، ولازم حتى احل لوحدي، يعني مش لازم يكون، انا مش بقول لكم طبعا ان السيناريو الافضل هو ان الطالب يفضل مع المدرس لحد اخر السنه، لا مش قصدي كده، بس قصدي ان هو يعتمد على المدرس لحد ما يقدر يقف على رجليه لوحده. وهي دي البوينت الاخيره اللي عندي في السلايد ده، اسمها سيلف ديفلوبمنت. يعني ايه سيلف ديفلوبمنت؟ يعني انا محتاج اطور نفسي، انا ما ينفعش اكون معتمد بشكل كامل على مدرس يديني المعلومه في بقي. الهدف ان انا ابقى اوتونومس، ابقى مستقل، ابقى اندبندنت، اعرف اذاكر لوحدي، اعرف اطلع المعلومه لو المعلومه دي مش موجوده قدامي، اعرف اوصل للاجابه حتى لو ما فيش شخص يقولها لي. الطلبه اللي بتوصل للنقطه دي هي الطلبه اللي بتجيب سكورات عاليه قوي. الطلبه اللي بتجيب سكورات عاليه جدا بتكون هي الطلبه اللي قدرت تحقق السيلف ديفلوبمنت. يعني ايه؟ يعني انا خدت مع المدرس واستفدت منه وسالته ورجعت له مره واثنين وثلاثه، وجيت في مرحله بعد كده حسيت ان انا خلاص ابتديت ابقى عارف المصادر اللي انا هجيب منها المعلومه، فابتديت اعتمد على نفسي واذاكر وابقى انا شايل مسؤوليه نفسي. وخلي بالكم دي اهم حاجه، الطالب اللي مستني حد دايما يزقه علشان
يذاكر ما بيجيبش سكور، لكن الطالب اللي عارف مسؤوليته وعارف ان هو عايز ينجح وعايز يعمل حاجة كويسة وعايز يخش كلية معينة عنده طموح، هو ده اللي بيكون الأفضل يعني. أوكي، فإحنا عايزين نوصل الطلبة للاعتماد على نفسهم، أنا عايز التولز، اديني التولز وسيبني أنا أذاكر. أوكي طيب، تعالوا نشوف السلايد اللي بعد كده. دي شوية تولز من الحاجات اللي هتسهل لي المذاكرة. أوكي، ممكن لو حد يحب ياخد السلايد ده سكرين شوت، أو ممكن نبقى أبعت لكم السلايد ده بعد كده. دي الأدوات الأساسية اللي أنا ممكن أبتدي أستخدمها علشان أذاكر. عندي كتاب اسمه أريكا، ده كتاب كويس أوي في الجرامر، أعتقد أغلب المدرسين هتنصح بيه. عندي 10 امتحانات اسمهم الأوفيشال إكزامز، الامتحانات دي بتبقى امتحانات نازلة من كوليدج بورد بإجاباتهم، وفي زيهم للأكت طبعًا، في زيهم للأكت. بيبقوا نازلين بإجاباتهم، فأنا أقدر أستغلهم في الأول خالص بعد ما آخد البيزكس في إن أنا أبتدي أحل وإن أنا أشوف الإجابات الصح جاية إزاي وأراجع وأفهم. بتكون امتحانات مهمة جدا. بالنسبة للإي إس تي ففي مودلز نزلت، في 3 أو 4 نزلوا، بس طبعا مش ديتيلد انسرز، يعني ما فيش اكسبلانيشن للانسرز، لكن موجود البراكتس. وطبعا امتحانات السات تصلح للبراكتس بالنسبة للإي إس تي، يعني اللي بياخد إي إس تي يقدر يحل امتحانات السات عادي خالص. خان أكاديمي الويب سايت بتاعهم ممتاز، عليه اكسرسايزز كتير و عليه lots and lots of practice. الريل اكزامز دي الامتحانات اللي هي الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت، مش خارجه بشكل اوفيشال من عند كوليدج بورد، لكن موجودين، they are available، الناس تقدر تحلهم. اوقات بيبقى فيهم اخطاء طبعا، والمودل انسرز بتاعتها بيبقى فيها اخطاء، فدول يفضل ان هم يتحل منهم على الاقل في الاول مع المدرس، يعني دول يفضل نحل منهم مع المدرس عشان هو يصحح، لان اوقات المودل انسر بيكون فيه مشاكل. الجزء الثالث او اللي في الاخر يعني، اللي هم الثلاث مصادر دول خاصين بيا انا. اوكي، ده كتاب الريدنج بتاعي اسمه سات ريدنج اسينشلز، هوريكم التقسيمه بتاعته والكونتنت بتاعه لو حد حابب ان هو يمشي بنفس البلان دي هتفيده جدا. الويب سايت بتاعي عليه فيديوهات شرح وعليه داتا كلها، عليه امتحانات الريل دول موجودين عندي على الويب سايت، وامتحانات الاوفيشال موجودين على الويب سايت، وكتاب اريكا ممكن احطه على الويب سايت. فاغلب الريسورسز دي هتلاقوها عندي على الويب سايت هنا، والبيج بتاعتي على الفيسبوك بينزل عليها اكسبلانيشن وبينزل عليها فيديوز وبينزل عليها اجابات للاسئله. فدي التولز الاساسيه اللي ممكن تساعد الطالب في ان هو يبتدي يقف على رجليه شويه علشان يقدر يمشي في الانجليش. طيب تعالوا كده نشوف الكورس بريك داون ده، مش هطول فيه قوي، لكن ده كان تصور كنت قدمته كمشروع يعني للجامعه اللي انا بعمل فيها الماجستير. طبعا مش بس التيبل دي، لكن الاكسبلانيشن بتاع اللوجيك ورا كل حاجه منهم، ليه ده اتعمل كده وليه ده اتعمل كده. تعالوا كده نبص بصه سريعه على الكونتنتس بتاعته. المفروض ان انا ببتدي ويك 1 ويك 2 الاسبوع الاول والثاني بشتغل على انواع نصوص معينه اللي هي الناريتيف اللي هي القصص او الروايات، بنركز على سكيلز معينه، فمع كل نوع تكست هتلاقوا السكيلز المناسبه ليه. هنركز على المين ايديا والثيم وتطور الشخصيات، وبعد كده بنلاقي باسجز مناسبه ومتقسمه يعني بترتيب الصعوبه. فمثلا هنحل الباسج دي في الاول عشان سهله شويه، الباسج دي سهله برضو، الباسج دي سهله، وبعد كده هنبتدي نطلع شويه الليفل اصعب سنه، هنحل دي ميديوم. فكل حاجه متقسمه من قبل ما الكورس يبتدي، مقسمين كل اسبوع هنشتغل ازاي، مقسمين ايه السكيلز اللي هنركز عليها، مقسمين ايه الباسجز اللي هنحلها، مقسمين الصعوبه بتاعه الباسجز عشان تبقى متدرجه. الاسبوع اللي بعده الثالث والرابع هنشتغل على السوشيال ساينسز، الباسجز بتاعه السوشيال ساينسز، هنشتغل على التكستوال ايفيدنس، ازاي اقدر اطلع دليل على معلومه معينه من التكست، ازاي اقدر اعمل استنتاجات او انفرنسز، ازاي اقدر اقرا الجراف، ده جزء اساسي برضو من الامتحان، ان انا مش بس بحلل داتا مكتوبه لكن برضو عندي جراف، عندي بيسموها ايه تيبلز، احصائيات. اوكي، عندي باسجز بتبتدي بقى الصعوبه تتدرج هنا شويه زي ما انتم شايفين، من ايزي لميديوم لهارد. بنبتدي نتحرك بعد كده في الورلد هيستوري، ده طبعا ما بقاش موجود في الاي اس تي
بيجي بداله هيومانيتيز، وهو لسه موجود في السات. اوكي، في الاي اس تي بيجي بداله هيومانيتيز. عندنا في السلايد اللي بعده بنشوف الناتشرال ساينسز زي البيولوجي والفيزيكس والمجالات دي برضو بنشتغل عليها، والصعوبه بتتدرج كله باسامي الباسجز بالصفحات زي ما هي متقسمه عندي في الكتاب. طبعا كل الباسجز دي موجوده في الكتاب متجمعين. ده جزء تاني برضو مهم في كتاب الريدنج، ان هو في ديكشنري باهم 2400 كلمه محتاجين ان احنا نكون عارفينهم علشان نبتدي نقدر نتحرك بشكل كويس في الامتحان. زي ما قلت لكم الفوكابس جزء كبير من الامتحان، لو انا عارف فوكابس الدنيا هتبقى بالنسبه لي سهله وكويسه، لو انا مش عارف فوكابس هيبقى كاني عمال اقرا طلاسم مش فاهم حاجه. فلازم نركز على الفوكابس، عشان كده في الكتاب حطيت ال 2400 كلمه دول نقدر نشتغل عليهم، هيسهلوا علينا الدنيا جدا. دي التوبكس بتاعت الجرامر برضو بنشتغل عليها من الكتاب بتاعي اللي هو سات رايتنج اسينشلز. اوكي، التقسيمه بتاعته دي كل التوبكس تقريبا بنشتغل عليها، بنحل عليها اكسرسايزز، بعد كده بنبتدي نشوف امتحانات الاوفيشال، بنتابع امتحانات الاوفيشال، بنحلها، بنشرحها، بنراجعها، وبعد كده بنبتدي نحل امتحانات الريل اللي هي امتحانات السنين اللي فاتت. طيب، ملحوظه سريعه قبل ما مستر وسيم يتفضل. يعني انا هيبقى عندي كورس البيزكس هيبتدي الاسبوع اللي جاي. اوكي، ففي حاله ان حد مهتم ان هو يبدا يا ريت يبلغني، يتواصل معايا على الرقم اللي انا كنت بكتب عليه على جروب الواتساب، فيتواصل معايا او على البيج، علشان الكورس هيبتدي ان شاء الله في خلال اسبوع، هتكون اول سيشن عندنا يوم الاثنين اللي جاي. تمام، ده كده بريف للامريكان دبلوما، علاقه الجي بي اي بالمواد بتاعت السات والاس اي تي والاي اس تي. انا محتاج اعمل ايه كبيرنت، انا محتاج اتعامل ازاي مع الولد، محتاج ان انا افهمه ان النظام ده جد، النظام ده مش هزار، احنا مش داخلين ننجح وخلاص، احنا محتاجين داخلين نتعلم حاجه كويسه، نتعلم تعليم راقي كمان، المحتوى بتاعه تشالنجينج لكن يستاهل الفلوس اللي احنا بندفعها فيه. برضو اديت حضراتكم اوفر فيو كده على الكورسز بتمشي ازاي، او على تقسيمه الكتب بتاعتي. وهكون متواجد علشان لو في اسئله في الاخر برضو اقدر اجاوب حضراتكم عليها. شكرا لحضراتكم، مستر وسيم هيكون معاكم دلوقتي. مستر وسيم حضرتك معايا؟ طيب، هكتب لحضراتكم اسماء الكتب. الكتاب الاولاني اسمه سات ريدنج اسينشلز، والكتاب الثاني اسمه سات رايتنج اسينشلز. اوكي، دول الكتابين بتوعي. ده رقمي للتواصل لو حد عايز يسأل على حاجة، وممكن يعني أبلغكم إزاي تقدروا تجيبوا الكتب أو لو هتحجزوا الكورسز. طيب، في سؤال سريع كده هجاوب عليه بسرعة. في طالبة في السعودية داخلة جريد 11 تاخد سات ولا اي سي تي ولا اي بي؟ طيب، مواد الاي بي دي المواد اللي بتغطي المواد المتخصصة، يعني لازم ناخد سات تمام، وناخد معاه اي بي لو احنا هندخل كليه محتاجه مواد متخصصه زي الطب والهندسه. اوكي، انا رايي، انا شخصيا افضل السات عن الاي سي تي، دي وجهه نظري الشخصيه اللي قد يختلف معاها مدرسين تانيين، لكن انا شايف ان السات والاي اس تي افضل من الاي سي تي، وفرص الطلبه فيهم افضل. اوكي، طيب مستر وسيم، هخلي حضرتك هوست دلوقتي، حضرتك تقدر تتكلم. شكرا لحضرتك.
كلاود. كان المفروض معانا دكتور مينا النهارده يتكلم عن البيولوجي، ومستر جون ادوارد انجليش، وانا هتكلم عن الماثماتكس. دكتور مينا يعني عنده ظروف حاليا في المستشفى مع والدته، فجايز يتاخر شويه، بس يعني يا رب ينفع يخش معانا. هتكلم في بعض البوينتس as much as I could briefly كده عشان مرضك ما اخدش وقت كبير. ايه هي الامريكان دبلومه؟ هو لونج هيستوري مش عايز اتكلم فيه كتير قوي، بس نعرف ان عندنا في انظمه، في الموضوع مش ماشي كده، لا هو جاي نتيجه هيستوري، عشان كده بقى هو التوب النهارده وكله بيحاول يقلده. هتلاقي في السعوديه بيقلدوه النظام، قدرات تحصيلي وقدرات قدرات وتحصيلي، ونفس الكلام بيتعمل في الإمارات، والنهارده بيتعمل في مصر، مع إن مصر المفروض كانت تبدأ بيه زمان لما قالوا في حاجة اسمها التيمس. لو حد كده عنده أولاد دخلوا الجامعة أو كبار شوية وتخرجوا، كان يعرف إن كان في نظام هيعملوه اسمه التيمس، وبعد كده تراجعوا، وبعد كده قالوا هيعملوا نظام تاني مش فاكر كان اسمه إيه، وبعد كده برضك تراجعوا. يعني في الآخر كله بيحاول يقرب من الأمريكان دبلومة أز سيستم، والسيستم معمول عشان يطلع قدرات الطالب أقصى ما عنده، عارف، بيعصر الطالب كده. أنت ربنا اداك مواهب، ربنا اداك قدرات، أنا عايزك تطلع كل قدراتك ديت، تستكشفها عشان لما تخش بعد كده في حقل العمل تبقى أنت جاهز. فالسيستم معمول عشان كده، إن أنت مش بس بتاخد معلومات، لا أنا عايز الإفشنسي في استخدامك للمعلومة دي، كفاءتك واصلة لغاية فين في استخدام معلوماتك دي. عشان كده هو ده النهارده كله بيحاول يقلده. انت عمال تاخد في معلومات معلومات معلومات، طب بتستخدم منها قد ايه؟ هو ده الايه اللي بيحاولوا يعملوه كان في الامريكان دبلوم. وده جه نتيجه هيستوري بعد الحرب العالميه الثانيه. النهارده وصل زي ما انتم شايفين لتحفه فنيه تعليميه. النهارده ما بيشتريش كتاب، هو النهارده بيشتري يوزر نيم وباسورد، بيخش على فيرتشوال وورلد مليان حاجات، بيطلب منه بروجكتس ان دايركت نوليدج، من المساله اللي بيحلها بيعرف معلومات بطريقه ان دايركت. انا نفسي وانا ساعات بحل مسائل باخد معلومات انا ما كنتش اعرفها. فالموضوع فعلا فيري انترستنج، فيري فيري باورفول. و هقول لكم على معلومة حلوة هتعجبكم. مع كل اللي انتوا شايفينه من مساوئ، مع كل الحرب اللي شغالة وشايفينها على الميديا برة، ما زالت الأمريكان دبلومة هي أوسع باب للجامعة برة مصر وجوه مصر. هتقولوا لي إزاي؟ هنعرف مع بعض إزاي دلوقتي. مع كل الظروف، يعني احنا بنشوف حاجات بتحصل غريبة جدا، وكوليدج بورد سحبت نفسها من جوه مصر، والتسريبات والميديا ودكتور طارق شوقي والتصريحات، كل الكلام ده جميل، بس وعمل لنا هيدك رهيب، لكن ما زال الامريكان دبلومة اوسع باب للجامعة، اوسع باب واسهل باب لدخول جامعات وكليات القمة خاصة بره مصر وجوه مصر. بحسبة صغيرة كده 40% جايين من المدرسة، و99 من المدارس بتدي ال 40% بشكل أو بآخر. امتحان الأمريكان دبلومة اللي هو الـ SAT أو الـ ACT أو الـ EST عنده تقريبا 12 فرصة يخش الامتحان، مش مرة، 12 chances بيخش الامتحان. يعني مش عايز اقول لكم حتى الايه هيعرف يجيب سكور وهيعرف يخش. طب الناس ما بتجيبش سكور ليه؟ هنتكلم ليه ما بيعرفوش يجيبوا سكور. حتى امتحان سات 2 برضو عنده ترايلز كتير، وبالتالي دايما الامريكان دبلومه هي التوب، ما زالت التوب، احسن من الاي جي واحسن من الثانويه العامه في دخول الجامعات، مع كل اللي بيحصل من مساوئ، لان في مساوئ كتيره مش عايز اخش فيها كتير، لان فعلا في حاجات مش حلوه كتير بتحصل. على سبيل المثال الدراسه جوه المدرسه مش دراسه خالص. انا حاسس المدارس الى حد ما انت بتدفع فلوس لنادي، يعني العمليه التعليميه اخر حاجه بنفكر فيها في المدارس، يعني
كل ما بتغلى المدرسة كل ما الفاسيلتيز انت بتشتريها، لكن العملية التعليمية دي نمبر 4 و5، والماتيريال والحاجات ديت مجرد شهادة بنشتريها وخلاص. ده اللي عادة احنا شايفينه في المدارس الامريكان ديبلوم. فما زال اوسع باب للجامعة. نشوف كده الايتيمز اللي هنتكلم فيها النهاردة. اي ثينك الشيرينج باين بالنسبة لكم صح؟ هنحاول نتكلم بسرعة. ده مستر جون، أنا دكتور مينا. Scholastic Aptitude Test ده الابريفيشن بتاع الـ SAT. Differences between High School Diploma، ثانوية عامة، American Diploma IG. الـ IG هو British System، بيبقى عنده 5 chances يخش الامتحانات، وكل مرة عنده maximum 5 subjects، بيفضل يحاول يخش الفايف سبجكتس، وممكن لو ما جابش ايه في حاجه بيخشها مره كمان. بيبقى فيها نوع من انتحار المذاكره زي الثانويه العامه، ويا وصل يا ما وصلش. مطلوب منه 8 مواد او ليفل ومادتين اي او اي ال، يعني مذاكرتها هارد شويه زي الثانويه العامه بالظبط تقريبا. ما فيهاش قصه القدرات والحاجات ديت، هي دراسه حلوه وكل حاجه، بس يعني برضو طاف شويه، يعني عايزة طالب ثانوية عامة، عايزة نيرد دحيح. ده الثانوية العامة انتوا عارفينها كسيستم عمال يغير فيه، وعلى فكرة هو هيوصل للمرحلة في الآخر ان يخليها زي الأمريكان ديبلوم. فهو في طريقه النهاردة يخلي الثانوية العامة هي الأمريكان ديبلوم، بس هي الدنيا ماشية. يعني الإي إس تي كان معمول أصلا للثانوية العامة، بس عشان ظروف اللي حصلت وكل الجبورد سحبت نفسها، فقال لك خلاص نجرب فيهم، والسيستم كنا لسه بنفكر فيه، طب نزله لهم عشان يحل مشكلة كل الجبورد لما سحبت نفسها من مصر. فعشان كده السيستم under construction، وكل شوية هيحصل فيه مشاكل لغاية ما يبقى stable. زي برضو كل الجبورد نفسها لما بتغير السيت كل مرة كل 10 سنين، رينج 10 سنين، ساعات تقل ساعات تزيد سنة سنتين، بس كل 10 سنين بتغير في الـ SAT كسيستم يعني. ولما بتغير فيه بيحصل برضو أول سنتين كده شوية لخبطة، وبعد كده بتبقى فيه stability يعني. الثانوية العامة مذاكرة مذاكرة مذاكرة، لو في مادة راحت منه يعني يوم الكيمستري بطنة وجعتني حليت وحش، ولا في طب ولا في هندسة. دي مشكلة الثانوية العامة، very risky. الاي جي كلمنا عنها. الامريكان ديبلومة هنشوف حسبة الدرجات كده in details، والناس بتجري وراها ليه. في ناس كتير بتجري وراها وعشان سياسة القطيع، يعني كل الناس بتجري وراها احنا بنعمل زيه. لا، هي ليها أسباب حلوة وشهادة قوية جدا لما نعرف دلوقتي بعض الايه القوة بتاعتها. Egyptian Tansi International Program، هنتكلم عن حاجات معينة. Financial Aid Scholarships Where and How to Apply. دي معظمكم بيحب الجزء ده، هنتكلم فيه، اللي هي المنح الدراسية اللي برا مصر واللي جوه مصر كمان. في ناس النت عندها بايظ بيخشوا ويطلعوا كتير. Some examples for scholarships، هوريكم بعض اللي المنح الدراسية اللي الطلبة عندي خدتها. USA program وايه مميزات لو حد راح امريكا. Germany program، بنتكلم على احسن بلدين انا بحب اطلع الطلبه فيهم ما بين المنح الدراسيه في امريكا او المنح الدراسيه في المانيا. وليه البلاد الثانيه مش مستحبه مع اني عليها هجوم رهيب، تركيا على ماليزيا على وفيها جماعات ما شاء الله عليها واخده رانك، طب ليه انا ما بحبذهاش؟ يعني ليها اسباب هقول لكم عليها، بما اني كنت قاعد في السعوديه فتره كبيره، فيعني بستفاد كنولج مني بقولها لاني قعدت مع ناس كتير هناك وهتعرفوا معلومات حلوه كتير. ده للجامعات الحكوميه، حسبه الدرجات للجامعات الحكوميه جوه مصر. ايجيبشن تنسي سات 1 يا ماس يا انجلش. الماس اوت اوف 800، الانجلش اوت اوف 800، يبقى كله اوت اوف 1600. كانت 75% بعد الثورة
تعرفين التعليم أكتر حاجة بتشغل الناس، فلما بيغير أي قرار في التربية والتعليم الناس بتسيب السياسة وتتكلم في التعليم، ودي ياما أيام مبارك لعبوا بيها كتير، كل شوية يغير حاجة تلاقي الناس سابت السياسة وبتتكلم في التعليم. فقالوا له اعمل أي حاجة في كل حاجة، فجاء عند الأمريكان ديبلوما راح مخليها من 75 خلاها 70، والسنة اللي بعديها اتغير الوزير، طب اعمل لنا انت كمان حاجة، فخلاها من 70 ل 69. ادي كل اللي عملوه، فكانت 75 بقت 70، حاليا هي 69%، هي 60% و9% بونص، 60% و9% بونص لما سكوره بيعدي رقم معين. سات 2 اللي هي حاليا اتلغى حاليا من شركة كوليدج بورد، قالت انا مش هعمل سات 2 تاني، كانت اخر محاولة سات 2 في جون اللي فات بسبب شركة الاكت والحرب ما بين الشركتين. فحاليا شركة كوليدج بورد قالت سات 2 is no longer offered، لان ما حدش بيطلبه في امريكا، فاحنا هنوقف سات 2 خالص، هندي فرصة للناس الانترناشنال اللي هما بره امريكا ياخدوا سات 2 لمدة محاولتين ماي وجون، وهنوقف سات 2. فحاليا كوليدج بورد وقفت سات 2، فالبديل يا اما اي اس تي 2 يا اما اكت 2. طب اكت 2 ما كانش موجود، اتعمل مخصوص لمصر. شركه الاكت شركه تجاريه مش نون بروفيت كومباني زي كوليدج بورد، عشان كده في حركه حبه حاجات مش كويسه بتحصل عندهم هنبقى نتكلم عنها في النص. المهم اي اس تي 2 او سات 2 كان قبل كده، هيبقى في مواد كتير بتتعمل، كيمستري فيزيكس بيولوجي ماس ليفل 1 ماس ليفل 2 وحاجات تانيه، لانجويجز كانت موجوده. المقرر علينا في مصر 5 سبجكتس بس، كيمستري فيزيكس بيولوجي ماس ليفل 1 ماس ليفل 2. طب نخش ايه؟ على حسب الميجور بتاعي في الجامعه، انا عايز اخش ميديكال سكول اللي هي الطب، باي ذا واي هي 5 كليات طب، طب صيدله، طب اسنان، علاج طبيعي، طب بيطري، اي واحده من الفايف دول لازم بايو. انجينيرنج سكول هي بيسموها كده بره انجينيرنج سكول، بالنسبه للهندسات اللي هي هندسه، فنون جميله قسم عماره، كمبيوتر ساينس، فنون تطبيقيه برضو فيها اقسام هندسه، اي حاجه من دول لازم. هتكلم على الحاجات دي بس اصبروا عليا شويه عشان الاي بيز والحاجات دي. لا، الاي بيز مش بديل لسات 2 خالص، ما اتكلموش عنه، وهقول لكم الاي بيز مفيد ليه. هتكلم على الحاجات دي كلها عشان في فقره للمنح الدراسيه هتلاقيني بتعرض للحاجات دي غصب عني بتكلم فيها يعني. ادوني فرصة يعني اقول كل اللي عندي، جايز اجاوب على اسئلتكم، وبعد كده في فقرة للاسئلة سواء ليا او لمستر جون او لدكتور مين لو موجود، يعني you are free to ask any question. الخمس مواد دول قال لك ماث يضمن كل هندسات، بايو يضمن كل الطب، عشان كده الناس بتمسك العصاية من النص، ياخدوا ماث وبايو، ضمن كل طب وضمن كل هندسة. حاليا يا اما اي اس تي 2 يا اما اكت 2، لكن ما فيش خلاص سات 2 الا اذا الناس طلبت من كوليدج بورد وهي عملت تاني، بس مين وايل ما فيش سات 2. اصبر عليا في الاسئله بليز، يعني في وقت الاسئله عشان انا ما انساش حاجات عايز اقولها لكم، صدقوني فيها معلومات حلوه كتير، فبلاش عشان ما انساش حاجه. بس جي بي اي اللي هي اختصار لجريد بوينت افريج، متوسط مجموع درجات المدرسه في نهاية جريد 12، مطلوب مني 8 مواد، يا إما باخدهم كلهم الثمان مواد من جريد 12، يا إما باخد ماكسيموم 3 مواد من 11 والخمسة من جريد 12 أو الثمانية كلهم من 12. طبعا في مدارس كتيرة ما بتديش الطالب درجات في 11 عشان يضطر يكمل معاهم في جريد 12 حتة تجارية شوية واقع، عشان كده يقول لك لا ما بيدوش، لا هم بيدوا بس بيدوا على جريد 12 عشان الطالب يكمل معاهم لغاية جريد 12 ما يقعدش ايه يغير من مدرسة لمدرسة. يجي عند جريد 12 يدوا له بقى الجي بي اي بتاعه ال 40%. هي اوت اوف 4، فوات ايفر هو جايب كام بنعمل تايمز 10 تتحول لاوت اوف 40، يبقى الحسبه بتاعتنا اوت اوف 124%. ماشي، دي الحسبه بتاعتنا بالنسبه للحكومه، بابليك يونيفرسيتي اللي هي الكليات الحكوميه او كليات الحكوميه كريدت اور، نفس لازم يخش حكومه الاول وبعد كده يحول كريدت اور. وانا شخصيا بالنسبه لكليات الطب افضل حكومه
كريديت اور، دي افضل من الخاص بكتير. تمام. بالنسبه للجامعات الخاصه اللي هي برايفت يونيفرسيتيز، في اختلاف بسيط قوي، هي نفس كل حاجه، بس بدل ما هي كانت 69 سابوها زي ما هي 75. دي للجامعات الخاصه جوه مصر. حاليا بيحاولوا يعملوا لها تنسيق عشان التجاره فيها ضربت لارقام مخيفه شويه. التجاره فيها مش مصاريفها، التجاره فيها يعني ايه، هديكوا فكره عن الدنيا بتحصل فيها ايه. كان بيحصل خلال السنين، يعني خلال السنين اللي فاتت، كان الطالب بعد ما يستنى جايب 1350 وعايز يخش كلية طب، جات له كلية طب لقى انها ما حصلهاش، اصل جايب 1350. طب انا عايز اخش طب، اروح ادور على جامعة خاصة. يروح يدور على جامعة خاصة، يخش الجامعة الخاصة يقول لأ انا ما فيش مكان، انت جاي متأخر، انا قفلت عدد خلاص. وهو نازل من الجامعة طالع بره، بتاع السيكوريتي يقول له ها لقيت مكان؟ يقول له لا ما لقيتش. قال له خلاص ما فيش مكان. قال له طب بص في مكان بس هتدفع. طب هتدفع كام؟ يعني 40 50 60 وحاجات زي كده. وناس بتحط الكلام ده على الفيسبوك. المهم السكيورتي اللي واقف على الباب بره ده كان بيبقى واحد شغال في الجامعه فوق، هيعدي عليك ولد لابس تيشيرت اصفر، قول له بقى اللي احنا متفقين عليه. والتاني بيدفع عشان ياخد مكان. ده اللي كان بيحصل في الجامعات الخاصه. في خلال السنتين اللي فاتوا الموضوع كبر شويه، بقى ليهم مكاتب بره، مكاتب ماشي تدخل الطلبه جوه الجامعات عشان ما لحقش في التنسيق وحاجات زي كده. فعشان كده عايزين يلموا الدنيا شويه ويعملوا لهم تنسيق للجامعات الخاصه عشان المافيا اللي اشتغلت الفتره اللي فاتت دي. كلها انواع فساد مختلفه. ودايما بعد اي ثورات، يعني اللي بتابع التاريخ، بعد اي ثورات في الدنيا يبقى في كده كذا سنه فيهم فساد عالي، بعد كده الدنيا بترجع تتلم تاني. هو بيحاولوا يلموا الدنيا على قد ما يقدر. التنسيق في الجامعات الخاصة واصل ل 130% ماشي، عشان بدل 69 75 فهتبقى ايه 130%. ده التنسيق بالنسبة للحكومة والخاص. اوكي طيب، حسبة الدرجات دي اهم حاجة لازم الطالب يعرفها اول ما يحط رجليه في الامريكان ديبلوم. عرفت حسبة الدرجات بتاعتك انت وشطارتك بعد كده. انا عندي محاولات بخشها، بس انا ضد ان الطالب يخش يجرب، ودي سياسة متبعة كتير. انا داخل اجرب اشوف الامتحان، انا ما بحبش كده، لانك لما بتجيب درجة وحشة اثرها النفسية وحشة، وعشان تزيد تاني ما بيبقاش سهل. يعني شركة الاكت عشان شركة تجارية شوية، انت دخلت تجرب جبت كام؟ جبت سكور 21 في الماس. وريني المرة الجاية هتجيب كام مهما كنت شاطر، مش هيطلعوه كتير. هتلاقي 21 دي تبقى 22، تبقى 23، ترجع تاني تبقى 21، بس انا حليت كويس جدا. هما كده، هما شركة تجارية شوية ومش امنة في التعامل. عشان كده انا مش من الناس، من انصار شركة الاكت، بدي كورسز اكت وبشتغل معهم يعني باستماتة. انا كل ترايل بعمل جدول مذاكرة رهيب، بشتغل مع الطلبة عشان الطالب يخش يجيب 36، وهو بيشتغل معايا على هذا الأساس. بس هي الشركة يعني فيها حاجات مش كويسة، ولو النت قطع بيطلعوا له أي درجة قديمة، وده حصل مع طلبة كتير. يقول لك ده أنا حليت كويس جدا، إيه الدرجة اللي طالعة دي؟ مش درجتي خالص. هو النت لو فصل وهو مش هيحس بالموضوع ده خالص، الدرجة ما وصلتش للسيرفر عنده هناك، يروح حاط له، وده اتفضحه المرة اللي قبل اللي فاتت لما في بعض الطلبة طلع لها درجات وهما ما دخلوش الامتحان. يعني الطالب نفسه كان حاجز بس ما دخلش لأن طلع له درجة. فطبعا كانت فضيحة جوه مصر ان بيحطوا درجات اي كلام للأولاد. دي شركة الأكت، American College Entrance Exam اللي هي ACT، السات سكوليستيك ابتيتيود تيست، الاي اس تي اللي هو ايجيبشن سكوليستيك تيست اللي هي ابريفيشن للكلمات بتاعه الامتحانات. ايه هو؟ امتحان قدرات مش امتحان معلومه، اللي هو سات. سات 2 هو الامتحان معلومه، او اكت 2 او اي اس تي 2، ده امتحان سبجكت تيست، ده امتحان معلومه زي المدرسه. اما الامتحان القدرات ده قصه كبيره كبيره كبيره، امتحان فيري تاف، قوي جدا. هما ماس وانجليش لاسباب. هو انا عايز اقيس قدراتك. طب ايه هي قدراتك؟ حاجتين. اول حاجه قدراتك المينتاليتي، ودي بنقيسها بالماثماتكس. اكتر حاجه بتقيس المينتاليتي هي الماث. فقدراتك في استخدام المعلومه بتاعتك ده في السات 2،
اما سات 1 انا عايز اشوف قدراتك الذهنيه، فاول حاجه بشوفك طريقه تفكيرك واصله لغايه فين. فاكتر حاجه ممكن تدينا الكلام ده ان ديتيلز بطريقه حلوه طب ايه الانجليش؟ الانجليش مش بقول لك انت بتعرف تتكلم انجليش، لا، هاو فار يو كان يوز يور لانجويج، لانك هتدرس بعد كده كل حاجه بالانجليش، فانت بتعرف تستخدم اللغه بتاعتك لغايه فين، هتوصل لغايه فين في استخدام اللانجويج بتاعتك. ويبتدي يلعب معاه كتير ويديله حاجات شغل تقيل كتير عشان في الاخر يقيس القدرات بتاعته. قدراته وليست معلوماته، في فرق كبير. قدراتك واصله لغايه فين؟ اللي بيحصل ان الطلبه بتخش الامتحان مره واثنين وثلاثه وعشره، ده بره مش مستحب يعني. عشان كده هم حتى اخر حاجه في السات عملوها من 3 4 سنين، قال لك لما ديك تعمل سند سكور هبعت لك اخر 6 بس. انت بتخش كتير ليه؟ هو طلبه هناك بتخش في جريد 12 فقط، ما بيخشوش ولا 10 ولا 11. لما بيخشوا في 10 بيخشوا بري سات، وده ليهم هم. بري سات بيسموه ان ام اس كيو تيست، اللي هو ناشونال ميريت. ناشونال يعني حاجه ناشونال يعني جوه امريكا بس، ميريت اللي هو بونس بوينت عشان يستعملها في دخول المنح الدراسيه. فده حاجه ليهم هم مش لينا احنا. فالبري سات ملوش اي لازمه بالنسبه لاي طالب جنسيته مش امريكي. لو في مصر طالب واخد الجنسيه الامريكيه ممكن ياخد البري سات هينفعه، لكن معهوش جنسيه امريكيه، لان في مدارس في مصر بتدي بري سات وفي مدارس في السعوديه بتدي بري سات، بتبقى حته للمدرسه مش لهو، لان اي مدرسه امريكا مطلوب منها يعمل امتحانات ستاندردايزد في خلال سنوات الدراسه. فدي انواع كتير من الامتحانات مش بس السات، فبيختاروا البري سات عشان يخلوا الطالب، عشان اعتماد المدرسه مش عشان الطالب في حاجه، لان في حاجات تانيه كتير زي كده في خلال السنوات الدراسيه، جريد 6 جريد 5 جريد 7 جريد 8، في مابينج تيست، في مش عارف ايه، في انواع كتير. وهم حتى في امريكا يمكن عندهم كل سنه او كل سنتين بيمتحنوهم امتحانات زي السات، فهو طالع عارف بيمتحن ايه. تمام. امتحان الاكت بيمتحنوه جوه امريكا بيبر بيست، بيمتحنوه ورق. طب ليه بره امريكا بيمتحنوه الكترونيك؟ هو يقول لك عشان ده كده سيفتي، لا عشان يوفر فلوس، ولا دي اتش ال رايح ولا دي اتش ال جاي. هو دايما الافضل ان الطالب يمتحن بيبر. طب ليه بيعملوه الكتروني؟ بيوفر فلوس، ده السبب الرئيسي بالنسبه لشركه الاكت. شركه كوليدج بورد قالت انا مش مستعد اعمل امتحان الكترونيك دلوقتي، يمكن في الخطه بتاعتنا بعد سنتين هنعمله. هو كل العالم بيتجه اتجاه الكتروني، بس لازم لما يتعمل صح، يعني لازم يكون الاماكن كلها مؤهله ان يعمل امتحان الكتروني. مفيش حاجه اسمها نت يفصل في النص. في حاجه اسمها AI artificial intelligence، يعني الكمبيوتر بيراقب الطالب، لو حصل اي حركه غش يلقطه. انت سبت الكمبيوتر اكتر من دقيقه، يعني انت رحت ورجعت، يعني كلمت واحد صاحبك، يعني عملت ده AI artificial intelligence عشان الامتحانات دي. وده بيحصل في الجامعات، يعني نظام مكلف شويه حقيقي، وموجود في السعوديه وموجود في الامارات، بحيث ان الطالب لو هو عمل اي حركه نص كم ولا حاجه على طول بيطلق الكمبيوتر، بيدي ريبورت للتيتشر بعد كده ان هو ساب الكمبيوتر، يعني عينه سابت الكمبيوتر من الثانيه الفلانيه للثانيه الفلانيه وحاجات كده. فلو بيعمل اي حركه بيطلقت فيه. فالانظمه دي موجوده، مش موجوده، موجوده وبقالها اكتر من سنه واتنين. المهم الطالب بياخد الجي بي اي بتاعت المدرسه، بيخش امتحانات يا سات يا اكت يا اي اس تي. حته مهمه انتوا بتسالوا فيها كتير، الاي اس تي ليه درجاته مش قد امتحانات السات؟ الاكت درجاته وحشه ليه؟ الاكت شركه مش عايز اقول نصابين، بس هو الطالب لما بيبدا بدرجه قليله ما بيسيبوش يطلع كتير، جاب 22 بيخلوه يزيد سنه كل شويه. انت كنت تعبان او انا ما حلتش كويس في الماس، لكن انا كويس في الماس لكن انا تعبت من الانجليش، ما فيش فايده. دي مشكله كبيره بنعاني منها مع شركه الاكت.
ما بيدوش درجات للطالب حقانية، وحصلت حاجات كتير منهم الفترة اللي فاتت، فشركة انترستابل شوية وحاولت تخش مصر على مدار السنين اللي فاتت كتير ورفضوا يدخلوها عشان عارفين هو بيحصل منها ايه. لما كوليدج بورد سحبت نفسها ما كانش قدامهم تعالى يا بتوع الاكت واشتغلوا. اكت 2 ما كانش موجود، فالنظام المصري قال لك لا احنا مش هينفع ناخد اكت، هو الاكت سيستم كامل، اكت 1 واكت 2 جوه امتحان واحد، ما فيش عندهم هناك اكت 1 واكت 2، هو في ساينس موجود، الماس موجود، الانجليش موجود، اول انكلوسيف، يعني هو امتحان. قال له ما ينفعش الكلام ده. نظام ايه يعني في مصر؟ قال لك يعني انت واخد اول انكلوسيف، لا انا عايز عشاء. يا عم انت واخد اول انكلوسيف، لا انا عايز عشاء انا براحتي. فهو كده ده اللي اتعمل، فقال لك خلاص هنعمل لكم اكت 2، مش هتدفع فلوس هنعمل لك اكت 2. ده اللي حصل في مصر، وعملوا اكت 2 بناء على طلب من التنسيق المصري. واتعمل اكت 2. مين بيعمله بقى جوه مصر بره مصر؟ محدش يعرف، بس في الاخر خالص هو معمول عشان خاطر مصر، وبناء عشان الطلبة المصريين اللي بره مصر هيحتاجوه، بدأوا النهاردة يوسعوا الدنيا ويشوفوا مدارس بره في دول الخليج عشان اللي عايز يمتحن اكت 2 بدل ما ينزل مصر يمتحن اي اس تي 2، ما ده البديل. التنسيق بيعمل ماتشنج وسوبر ماتشنج. الماتشنج هو بيسموها سوبر سكور بره، في مصر بيسموها ماتشنج، اللي هو باخد حته من ده وحته من ده. بس ما ينفعش اخد انجليش من هنا وماس من هناك، لا هو باخد السات من ده، اكت 2 من ده، اي اس تي 1 من ده كده يعني. يعني ممكن اخد سات 1 مع اكت 2 او اي اس تي 2، لكن اخد ماس من ده مع انجليش من ده، ده مبدأ مرفوض. الوزير وضحه، بس رجعت ناس تاني قالت ان ينفع. انا شخصيا ما اعرفش انه ينفع ان ياخد انجليش من الاكت مع ماس من السات وحاجات كده. دي كلها اسئله بتطرح كتير قوي 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 على الميديا. واخر حاجه خلال يعني اخر حاجه امبارح واول امبارح، الوزير طبعا كان قايل لغايه اوجست 15 اوف اوجست، يعني 15/8 ده اخر ميعاد يقبل فيه اي حاجه، بعد كده اي اس تي فقط لا غير. الاكسبكتيشن قلت لهم يا جماعه الاكسبكتيشن بتاعتي انا كتيتشر اني مش هينفع يعمل الكلام ده للناس اللي بره مصر. اللي بره مصر عدد رهيب جدا من الناس، مش هينفع لهم تعالوا انزلوا مصر امتحنوا اي اس تي، فاكيد هيجي عند قبل 15/8 وهيمد الموضوع شويه. ولقيت ناس منزله بوست اليومين اللي فاتوا في اسئله على الواتساب للوزير، والوزير قال لهم اللي بره مصر يخش اكيد قبل ما يجي اوجست 15. الوزير هيمد الفتره شويه بالنسبه للناس اللي بره مصر لغايه ما يعرف يدخل الاي اس تي ويوحد الدنيا. هو يوحد الدنيا دي حاجه كويسه، لان صعب جدا اللي طالب اللي بيخش اي اس تي يجيب نفس السكور بتاع السات. ايه السبب اللي بيخلي الطالب يجيب سكورز عاليه جدا في السات اللي هي 1500 بلس؟ بقت سهله في السات جدا على فكره، يعني كم رهيب من الطلبه اللي بره مصر، مش بالتسريب، عشان الناس تقول لك بالتسريب، لا مش بالتسريب، انه يجيب ال 1500 بلس، وده يعتبر بيسموه بيرفكت سكور بره، بيوصل بيه المنحه دراسيه عشان امتحانات الريل كتير. يعني ايه الريل ده؟ امتحان قدرات. امتحان القدرات مش بيعتمد على المعلومه، بيعتمد على فكر واضع الامتحان. فانا حليت كم رهيب من امتحانات الريل، فخلاص 99% من الامتحان افكاره موجوده هنا. وانا كمان عملت تريننج لنفسي بطريقه المفروض التيتشر اللي بيظبطها للولد او البنت ازاي يتعامل مع الامتحان، لان الامتحان عايز بروفيشنسلي في التعامل. يعني الشاطر اللي هو بيطلع الاول بتاع الفصل ده من غير القدرات اللي بنتكلم عليها بكتيره بكتيره 1350، اذا عارف يجيب 1400 برافو عليه. طب ليه؟ عشان في كده حته مهمه شويه لازم يتعامل، يمتلك ان ازاي يتعامل مع الامتحان.
يعني اريح في ايه واشتغل في ايه وابدا بانهي باسج. الحاجات دي كلها لازم يكون هو مرن نفسه عليها. يعني هو بيشوف الباسج الكبيره بيبتدي يتاخد واعصابه تتوتر، وهو في الامتحانات القدرات هيعمل المستحيل، هيعمل المستحيل عشان يبوظ للطالب اعصابه ويوتره. انت قايل نفسك كويس في الانجليش، تعالي لي هوريك. ده اللي بيحصل، هيوتر له اعصابه كتير، وهيعمل ستريس عليه كتير، وهيعمل حركات كتير عشان يخلي الطالب يبوظ اعصابه شويه. وبناء عليه لازم الطالب يكون جاهز للحاجات دي كلها، وعنده السايد ديفنس بتاعه بقى ازاي يتعامل مع، وامتى لو طب لو اتوترت اعصابي اذا اتعامل ازاي. يعني مثلا جيت في الماث واتبسط اعصابي، يروح الطالب ناطط للجريد ان، اول مسالتين ثلاثه في الجريد ان سهلين يحلهم، اعصابه تهدى شويه ويرجع يكمل. كل دي حركات لازم هو يكون درب نفسه عليها عشان لما يجي يتعامل مع الامتحان يعرف يجيب اقصى ما عنده، لان يعني في طلبه كتير مستواها اكثر من كلمه راجع. في حد فاتح الكاميرا عنده؟ بليز لو فاتح الكاميرا يا ريت يقفلها. انا هحاول اقفلها لك. خالد ثانك يو، يا ريت بلاش حد يفتح الكامز عشان حتى ما بقاش في اوفرلود عندك في النت. اللي بره مصر سات اكت اي اس تي الثلاثه محسوبين لك. دخلت اي حاجه سات، اي حاجه اكت، اي حاجه اي اس تي، الثلاثه محسوبين عشان اريحكم. اللي اوتسايد ايجيبت اللي هو عنده اقامه ومدرسته بره مصر، مدرسته بره مصر ده اثبات اقامه. اوكي، الطالب اللي ما عندوش اقامه، ما عندوش اثبات ان هو مدرسته بره مصر، مدرسته جوه مصر، اي اس تي فقط على حسب كلام الوزير. احتمال، احتمال يكمل الاكت ده كده، في احتمال وارد حاليا ان الاكت كمان يكمل شوي، يعني في كده احتمالات لسه ما نعرفش اكيد ولا مش اكيد، بس هو جولاي اخر محاوله اكت مقبوله. هل هيمتد بعد كده؟ اب تو نو بادي نوز، بس في احتمالات ان هو يكمل. الطالب اللي عايز يسافر بره بقى، ايه حكايه بره دي؟ نتكلم على حكايه بره دي عشان دي فيري انترستنج، وعشان تعرف قد ايه الشهاده بتاعتك هي باورفول. ما انت مش داخل امريكان دبلوما عشان بس ايه سياسه القطيع دي، بتخليك تخسر كتير، تخسر كتير. طب نعرف بقى ايه حكايه النظام. دايما السات هو افضل نظام في الدرجات عشان امتحاناته كتير، عندنا حاجه و70 امتحان، فعشان كده الطلبه بتجيب بسهوله سكورات عاليه. الاي اس تي لما لما امتحاناته هتزيد هتبقى هو والسات زي بعض. الاي اس تي لسه ان ستيبل، كل شويه يطلع كده ايه ده، انت ما قلتلناش ان اللوجاريتمز جايه، انت قلت انت زي السات، طب دخلت لوجاريتم ليه؟ جبت مساله على الساين والكوزاين جراف ليه؟ لسه النظام ان ستيبل، لسه الفريم ورك مش متحدد. هو قال انا زي السات، لكن فكر ده غير فكر ده، ده ليه طريقة تفكير، والتاني مهما قلد أكيد ليه طريقة تفكير تانية. كل واحد ليه الإمبريشن بتاعه. لما أنا بتكلم، هل أنا بتكلم بنفس طريقة مستر جون بالظبط؟ هو ليه بوينت أوف فيو في حاجات، وأنا ليا بوينت أوف فيو في حاجات. أكيد هيبان قوي في طريقة كلامه هو انترستد قوي بالكور سبجكت بتاعه، وأنا أكيد انترستد قوي بالكور سبجكت بتاعي. فكل واحد وليه إيه. فالاي اس تي لما امتحاناته هتزيد على مدار الفتره اللي جايه هيبقى درجاته قريبه من السات، والمحاوله اللي فاتت كان فيها درجات حلوه كتير، ابتدى يعني يظبط الدنيا عنده شويه. امتى هتبقى الدنيا زي السات؟ شويه قدام. تمام. طيب الشهاده بتاعتنا قويه ليه؟ اوسع باب للجامعه بره عشان بتديني فاسيلتيز كتير عشان اخش منحه دراسيه. المنحه الدراسيه بتنقسم لنوعين، بعد الجامعه، قبل الجامعه، بوست جراديويت وافتر جراديويت.
قبل الجامعة دي أصعب منح دراسية ممكن توصل لها، اللي هي الباتشلر ديجري عشان أخش جامعة أخد بكالوريوس، دي أصعب منحة دراسية أي حد في الدنيا يعرف يوصل لها. لكن بعد الجامعة دي أسهل من دي، مليانة على النت، اللي ممكن نفسه يعمل ماجستير ودكتوراه على النت مليانة كتير جدا، لأن نوت كوستي بالنسبة للجامعة، أنا أنت مش بتكلفني حاجة، أنت بتساعد دكتور الجامعة وبتاخد مرتب بسيط وبتدرس وتدرس، بتساعد الدكتور يعني. لكن بوست جراديوت بقى، اللي هو عايز ياخد بكالوريوس ده أو ليسانس ده عشان يخش يقعد على الكرسي ده، الكرسي ده ب 40 ألف دولار، الكرسي ده ب 75 ألف دولار. طب هل ممكن نوصل لمنح زي كده؟ هوريكم بعض المنح اللي جات للطلبة بتوعي وإيه سبب إن أنا فكرت في الموضوع. أنا لما رحت السعودية بعد كام سنة كده، بعد كام سنة، معلش مش عايز يعني مش عايز الناس تشوف كل حاجة دلوقتي لغاية أما إيه أدي كده، بعد كام سنة من وجودي جوه السعودية لقيت في جابس عالية قوي في المرتبات. أنا كتيتشر شايف يعني اللي بيلعب بالنوتيشن بلاش. الجابس في المرتبات بالنسبة للبيرنس، يعني هو الاثنين البيرنت دكاترة، ده طبيب وده طبيب، ده مرتبه كان واصل ل 100 ألف ريال سعودي، والتاني نفس الكواليفيكيشنز يمكن جايز يكون أحسن كمان وبياخد 22 ألف ريال 23 ألف، وفرحان بيهم ومبسوط وعايش حلو قوي ومعاه عربية عاملة ازاي، 22 ألف ريال حلو على فكرة ومرتاح مرتب حلو. طب التاني 100 ألف ريال ليه؟ هنقول الجنسية، الاتنين مصريين. طب اللي ده بكالوريوسه كان من انجلترا، ده بكالوريوسه من امريكا، والتاني بكالوريوسه من مصر او من ماليزيا او من تركيا. طب انا لما خدت بالي من الموضوع ده بدأت افكر فيها واشوف، لقيت ان موضوع اكتر ناس فاهمين الطريق ده حلو قوي كانوا البلسطينيين، الفلسطينيين عشرتهم مع اليهود بقى عارفين طريق القرش حلو قوي، ناس شطار 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 في المواضيع دي. الفلسطيني من دول اول لما ابنه، عشان انا عندي طلبه كده فلسطينيين، اول لما ابنه يوصل لجريد 10 11 يفضل يدعبسته على جامعه بره، مش في اي حته، في انجلترا في امريكا في كندا، وهو معاه فلوس كويسة مرتبه بالمئة ألف كده، يودي ياخد الجامعة هناك، يرجع يشتغل في السعودية ياخد ستارتينج سالري 70-80 ألف ريال. ليه؟ عشان ده اللي هياخده في البلد دي. أنا لما باخد بكالوريوس طب هندسة، أي بكالوريوس خدته دي لايسنس شغل، لايسنس شغل تصريح عمل أشتغل بيه في البلد دي، أنا خدته من إنجلترا من حق أشتغل في إنجلترا. طب أنا لو هشتغل في إنجلترا كدكتور كمهندس هاخد كام؟ طب لما أروح بقى أي بلد تانية لازم أخد اللي باخده هناك مرة ونص، مرة وشوية، حاجة تستاهل إن أسيب البلد دي وأروح مكان تاني. ده اللي بيحصل. فاللي يعني هديكم كده إكزامبل صغير، واحد طبيب في مصر ماشي، اتخرج من كلية الطب في مصر وشغال طبيب، بعد مثلا 8 سنين بقى على ما خلص كليه الطب وماجستير ودكتوراه، ويعني بنتكلم في رينج ان هو يبقى مستريح، بنتكلم مش اقل من 15 سنه، ده بالارقام. ساعتها دخله مش مرتبه، دخله ممكن يوصل لكام؟ ممكن نقول دخله ساعتها بيوصل ل 40 ألف جنيه مصري. اللي هو ما يوازي بالريال كام؟ تقريبا في حدود 9000 ريال. يجي لما يعمل مقابلة كده مع حد سعودي ولا حاجة، أو يجي له يكشف عنده واحد سعودي ويقول له ما تيجي تشتغل عندي يا دكتور هناك، طب هيعرض عليه كام؟ هو بياخد في حدود 9000 ريال، يعني لما هيعرض عليه يقول له طب هديك 12000 ريال.
تشغل دوامك بس، ولا بقى في يعني ليل نهار وعيادة ومستشفى لا هي شغلك العادي بس، وهتختار 12000 ريال. هيقول لا طب عشان ما تتكلمش معايا كتير هديك 15. هيقول لا واضحة. طب تعالى بقى اللي متخرج من أمريكا لسه فريش جراديويت ماشي، بياخد كام في أمريكا؟ 8 سنين في أمريكا طب، 4 ميدي 4 ساينس و4 ميديكال سكول، بينهم في النص امتحان اسمه الام كات، وخلص كلية طب هناك وراح يشتغل، ونقول مثلا اشتغل له سنة ولا حاجة، بيطلع كام في الشهر؟ مش مرتبه كام، بيطلع كام في الشهر؟ هياخد له مثلا بيطلع له في الشهر يعني من 8 ل 10,000 دولار، من 8 ل 10,000 دولار. عشان يجي السعودية لازم ياخد قدهم وشوية، يعني نقول مثلا عشان يرضى يجي السعودية هيقول على الأقل هياخد مثلا إيه، هيقول هياخد 14,000 دولار عشان أفكر أسيب أمريكا وأطلع على السعودية. 14,000 دولار يوازوا كام بالسعودي؟ هنضرب في 4 تقريبا، يعني بنتكلم في تقريبا حاجة كده بتاع 45,000 ريال. مش بس كده بقى، ده اللي انت فاكره، لا ده هياخد شهرين بدل سكن 3، ده هياخد له فيلا في كومباوند وعربية تتغير كل سنتين 3، كل ده عشان يرضى يجي. على فكرة الاتنين مصريين، بس دي اسمها الويت فاليو بتاع الشهادة، الويت فاليو بتاع قوة الشهادة، البكالوريوس بتاعك منين؟ فكل ما بكالوريوسك يكون من هنا او من هنا، يعني عشان كده ما بقى ما بقى يعني اللي بيقول لي مستر انا رايح ادرس طب في ماليزيا، دي جامعه ليها رانك في ماليزيا متقدمه، وفي جامعات هناك واخده ترتيب على مستوى العالم، بس الشهاده تساوي ايه؟ هتلاقي نفسك المصري بياخد، اللي واخد طب من مصر بياخد احسن منك. سبحان الله. هو اسمه اصل انت بتاخد كام بالماليزي، هي كده. ف اسمها الويت فاليو بتاع الشهاده، الويت فاليو بتاع الشهاده. فكل ما الويت فاليو من اوروبا، من امريكا، من انجلترا، دي كلها ويت فاليو عالي جدا ماشي. لكن لما بيكون اماكن تركيا، ماليزيا، روسيا، كل دول مليان، في مكاتب في مصر كتيره انا ما اعرفهاش بالاسم، بس في مكاتب كتيرة بتدي مؤتمرات عشان تطلع الطلبة تدرس بره. أنا عندي ولد، هحكي لكم كده حاجة كده في دقيقة. الولد ده فكر ياخد الموضوع جد في جريد 12 قبل امتحان مارش بشهر ونص. الولد هو في جريد 12 فعنده خبرة، بس كان جايب سكور كام؟ كان جايب 930، يعني حاجة ضايعة على الآخر. بس سبحان الله في الشهر ونص دول انا استغليت الخبره بتاعته وعلمته يقف على رجليه ويذاكر، وهو خد الموضوع جد جدا، بقى يجيب في البيت 1490 1450، دخل في مره 1520، الارقام دي بدأ يجيبها في البيت، وكان ناوي كده في مارش. سبحان الله مارش اتكنسل، ما دخلش الامتحان عشان كورونا. طيب جينا في مي وجون نفس الكلام، نزل امتحان مصر مخصوص، اتعمل الامتحان في السعودية وما اتعملش في مصر عشان التسريب. فالواد يا عيني يعني بس ربنا برضو ما بينساش حد. لقيته بعديها بكام شهر بيكلمني، مستر فاكرني انا الفلان الفلاني؟ طب يا ابني عملت ايه؟ دخلت جامعة خاصة ولا عملت ايه ولا حكايتك ايه؟ قال لي انا دخلت كلية الطب، انا حاليا في مش عارف في بولندا ولا في روسيا ولا فين. قال لي بص العملية كلها تكلفني 6,000 دولار بالأكل والشرب والنوم والجامعة. هو كده هناك يعني 6,000 دولار تكفي كل حاجة، كلية طب عايزين جي بي اي بس، ولا سات ولا حاجة. في ناس بالنسبة لها الموضوع فيري انترستينج، لأن ولا في سات ولا حاجة خالص، هيدفع فلوس ويخش كلية طب هناك. هينفع ناس من ولادكوا ساعات المواضيع دي هتنفع، ما جابش سكور، الولد نفسه مهمل جدا، الولد نفسه مش مهتم بالدراسة خالص، وقتها هتلاقي كده البلاد دي فاتحة له وإيديها تعالى بالجي بي إيه، فعلا بالجي بي إيه. في أمريكا المنح وقفت شوية بسبب موضوع كورونا، بس خلاص حياة في أمريكا هتبتدي ترجع تاني زي ما كانت.
في 2004 رحت السعودية، في 2006 2007 بدأت أفكر في موضوع المنح الدراسية، وبدأت أتكلم الولاد عندي إحنا ممكن نوصل لحاجات جامدة أوي، وشجعتهم وابتديت أشتغل معاهم. دي أول منحة دراسية تيجي الولد عندي، ماشي؟ أول منحة دراسية تيجي الولد عندي أهي، كانت حاجة غريبة وحسيت إنها مسج من عند ربنا، رسالة من ربنا لي، ماشي؟ هارفارد ميديكال سكول، طب هارفارد، تعتبر من أصعب المنح في الدنيا اللي تيجي لحد. أنا شايل، بس هتلاقيني دايما بشيل الاسم عشان برايفسي شوية. طبعا ده كان في السات القديم، هي جات له في 2009 تقريبا، وميعادها 2010 2011، كان الولد في جريد 11، جات له في الصيف، كان جايب بقى سكورات كام في السات، اديكوا شايفين درجاته ساعتها. كوليدج بورد بتعمل سات 1، بتعمل سات 2 14 ماده، كانت خلاص مفيش سات 2، بتعمل اي بيز ادفانس بليسمنت تيست. الاي بيز ده امتحان بتعمله كوليدج بورد زي سات 2 كده بس ادفانسد، تعتبر مواد جامعيه. المادة اللي الطالب يمتحن فيها اي بيز بتتشال من الجامعة. انت دخلت كلية الطب واخد 3 مواد عليك في اول سمستر، هيشيل لك ال3 مواد اللي انت خلاص خدتهم. بتفرق معاك في الفلوس، بتفرق معاك في ضغط المذاكرة. ليه؟ هو بيعتبر ان دي مواد جامعية، فأي مادة اي بيز انت خدتها بتتشال لك من الجامعة. ده غير بقى بيديك بوينتس رهيبة جدا عليها. فأي حد عايز منحة دراسية بيبقى عايز اي بيز. بالنسبة للناس اللي موجودة في الرياض اللي بيمتحن اي بيز، موجود في الشوي فات كينج عبد العزيز والمنارات. بالنسبه لمصر اعتقد في مدارس بتمتحن اي بيز برضه، لان في شوي فات في مصر موجوده في التجمع، وفي مدارس جامده في مصر اعتقد الاي بيز بيمتحنوا فيها، انا بس ما اعرفهاش كاسم لكن اكيد موجوده. فممكن يمتحن اي بيز. الاي بيز بالماده بروح ادفع الفلوس جوه المدرسه مش اونلاين، تمام؟ ده نظام الاي بيز. الاي بيز مش بديل لسات 2 يا روان. الاي بيز ملوش اي علاقه بالتنسيق المصري نهائي خالص. البديل بتاع سات 2 بالنسبه للتنسيق المصري اكت 2 اي اس تي 2 فقط، لكن الاي بيز مش داخل في التنسيق. المكان الوحيد اللي بيقبل الاي بيز ينفعك فيه الجامعه الامريكيه او الجامعات اللي فتحت دوليه، يعني في جامعات دولية فتحت في العاصمة الإدارية، هي دي اللي ممكن تقبل منك الاي بيز عشان يتشلك من الجامعة. والجامعة الأمريكية لو واخد مادة الاي بيز كالكولاس مثلا اي بيز بيشيلهولك من الجامعة، كالكولاس 1 ولا حاجة. غير كده التنسيق ملوش أي علاقة بالايه. طيب أنا جبت سكورات عالية، الولد جايب ما شاء الله 800 ماس، 800 رايتنج، 730 كريتيكال، ده السات القديم، كان الرايتنج لوحده والكريتيكال لوحده، كان واخد 3 مواد ساتو 800، كان واخد 5 مواد اي بيز اي ستار. والولد ما شاء الله عليه يعني خد المنحه بتاعت هارفارد ديت، هارفارد ميديكال سكول. شوفوا كده حته حلوه في الايه، في الكلام اللي مكتوب هنا. We have decided would like having you attend our school with full guaranteed scholarship starting at $58,000. 2010 كانت ب $58,000، هي حاليا معديه وصلت ل $80,000. $8,000 full with full housing fees in our luxury steam villas، يعني لما بتاخد منحه دراسيه شامله اكل شارب نايم جماعه، وده حقيقي. هوريها لكم تبان في المنحه الدراسيه الجايه، حاجه حلوه هوريها لكم دلوقتي. هارفارد مش من ضمن الايفي ليج، الايفي ليج دول احسن جامعات، احسن جامعات على مستوى الامريكا، مسمين نفسهم الايفي ليج. هارفارد مش من ضمن عشان مغروره شويه، ايه الايفي ليج ده؟ فهي هارفارد مغروره شويه فمش من ضمن الايفي ليج، تمام؟ اللي بيحصل ان الطالب بيقدم على commonapp.org، ده زي التنسيق بتاعهم هناك، معظم الجامعات مشتركه فيه بس مش كل الجامعات. بقدم على شويه جامعات، التقديم بتاع الجامعه في حدود $50. قدمت على كذا جامعه، في حاجه اسمها في ويفر، في ويفر يعني اباص رسوم التقديم. فلما بقدم على 20 جامعه، على 15 جامعه، على 10 جامعات، هتلاقي في بعضهم بيوافق ان في ويفر، ساعتها ما بياخدش مني سوق. يعني ولد كان مقدم على 15 جامعه، 8 منهم وافقوا على في ويفر، فدفع رسوم 7 بس، تمام؟ ده الفي ويفر. هنا بقى يبان غرور هارفارد في الجمله الاخرانيه. وي هوب يو اتندي اور انترفيو سكادول اون
January 27 you may apply for the green card before with a certainly full acceptance. يعني بنضمن لك لو قدمت على الجرين كارد يعني إقامة دايمة جوه أمريكا اللي بعد كده بعد 5 سنين بتتحول لسيتيزن شيب هيوافقوا لك. شوف كده يعني غرور شوية، بس هارفارد تستحق الغرور بتاعها. تمام؟ والولد جات له السكولارشيب. دي سكولارشيب تانية هوريها لكم حلوة، دي براون يونيفرستي، دي من الأيفي ليج اللي هم الثمانية أحسن ثمانية هناك. فيها كورنيلو، انا عندي على فكره في معظم الايفي ليجز في طلبه هناك، وبراون وكورنيلو وبنسلفانيا وكذا جامعه كده وييل وكذا جامعه كده هناك. الولد ده جات له براون بردك سبحان الله ميديكال سكول، انا بس بوريها لكم عشان فيها تفاصيل شويه. دي بصوا كده، دي التفاصيل بتاعت المنحه بتاعته. يعني ايه بقى منحه دراسيه كامله؟ اتفرج على على التفاصيل المنحه الدراسيه كامله. اي حد عايز ياخد منح دراسيه لازم ياخد اي بيس، مش الزامي بس هتنفعك في الجامعات الكبيره. الجامعات الكبيره مش بيهتموش بالفلوس، هم عندهم فلوس مرطرطه بس يعني الاكسبتنس عشان يوافقوا عليك بس. تمام؟ تويشن فيز 53000 دولار، دي مصاريف الجامعه. رومز اند ميلز اللي هي السكن بلس ثلاث وجبات في اليوم 14000 دولار. بوكس اند سبلايز 1500 دولار، بيرسونال ماني مديله بوكيت ماني 2000 دولار، كل شهر بيصرفوا له جزء. ترافل الاونس يعني تذكره سفر رايح جاي لبلدك 1500 دولار، سينس هيلث انشورنس يعني تامين طبي. يعني لا قدر الله حصل لك اي حاجه عندك تامين طبي، توتال ساعتها 76000 دولار. ده كان ولد جات له براون يونيفرسيتي، دي من 3 او 4 سنين، حاجه يعني ريسنت. في منح كتير جات للاولاد عندنا في السعوديه. هم مصريين كلهم على فكرة، هي بس بنت واحدة كانت فلسطينية أمريكية ودي جت لها المنحة الجاية. كانت بنسلفانيا بتاعت براون. دي جت لها كذا حاجة بس تختار حاجة منهم، فكانت دخلت هي بنسلفانيا بس. يعني هي ما بعتتليش المنحة بتاعتها، لما احتاجتني لأخوها قلت لها طب فين المنحة بتاعتك، راحت بعتالي لقيت بعتتلي الإيميلات اللي جت لها فتوافق عليها من كذا جامعة، وساعتها هي اختارت كارنيجي ميلون، دي من الجامعات الجامدة برضو، بس هي يعني راحت بنسلفانيا ميديكال سكول وحاجة كويسة. ودنفر دي في الهندسة حلوة قوي، عندي ولد راح دنفر مرة. في جامعات حلوة كتير. أمريكا أكتر بلد ممكن تلاقي فيها منح دراسية، لأن أمريكا 50 ولاية وكل ولاية فيها جامعات، فبالتالي التشانسز فيها عالية جدا، وكل ما تروح ناحية ولاية برد شوية فرصك في المنح بتزيد أكتر. كان عندي بنت كده دورت على ولاية تلج شوية وخدت تخصص نادر مع ان سكورها كان ضعيف جدا، بس عرفت توصل لمنحة برضه. هنبعته على الجروب اللي موجود فيه، ماشي؟ في جروب كده موجود فيه الناس اللي دخلت الميتنج النهارده، هنبعت عليه الميتنج عشان لو حد عنده ظروف. الحاجة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها قبل ما نقفل الكلام معايا المنحة الدراسية، دي التوب سكورز من نيمة سنتين، حد فرحني وجاب ال 1600. أنا كواحد ليا أحلام برضو، يعني كل حاجة الطلبة ليا أحلام وأنا ليا أحلام. كان نفسي أدخل حد هارفارد، براون، بنسلفانيا، نفسي أدخل حد الإم أي تي. في ولد كان هيحققها لي، كان جايب سكورات حلوة جدا، الولد ده كان جايب 1590 في 2018، وده كان جايب يعني باكج رهيبة، مواد اي بيز وست وخمس مواد 800، يعني اللي هو 1590 ده. في الاخر دخل هندسه اسكندريه يا عيني بسبب كورونا، ما عرفش يوصل لحاجه، بس الولد ده كان هيخش الام اي تي. ده احد احلامي ان ادخل طالب عندي الام اي تي ماساتشوستس انفورميشن تكنولوجي انستيتيوت، اللي هو اعلى قمه هندسه على مستوى العالم، عباقره الهندسه هناك. ده كان جاب لي ال 1600. مستر شفت انا جبت لك اللي بتحلم بيه، ل 1600 كامله اهي. على فكره مصريين، دول مصريين عايشين في السعوديه، عشان انا كنت قاعد هناك بس. كان نفسي احقق كده جوه مصر لما نزلت، بس السات اتشال من مصر. ان شاء الله نعمله في الاي اس تي، بس الاي اس تي يعني لما الامتحانات، يعني عندي مثلا بنت جايبه 760 في الامتحان اللي فات. البنت دي لو في السات كانت جابت 800 من زمان، بس هي الامتحانات لسه مش كتير، فكل ما الامتحانات بتزيد كل ما فرصة الطالب ان هو يقفل الامتحان اسهل واسرع. تمام؟ فالاي اس تي هنجيب فيه بردك درجات عالية زي السات بالظبط،
بس مع الامتحانات يعني، الامتحان اللي فات ما طلعش، اللي قبليه ما طلعش، اللي قبليهم طلعوا يعني، هم طلعوا الامتحان للطلبة. فكل ما الامتحانات تزيد كل ما الطالب يعرف يقرأ فكر اللي بيعمله الامتحان أعلى. تمام بقى يعني موجودة، ده كان منافس ليه، كان هما الاثنين في نفس الجروب 1590 1570 ماشي، ده دخل طب ماشي. فيعني في درجات حلوة كتير قوي 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 مليانة، وكل تيتشر هتلاقي عنده درجات حلوة قوي، وفي درجات مش حلوة. مش معقولة تيتشر عنده كده وعنده كله حلو وكله مش كل اللي عنده جابه كام، لا لا، في كده وفي كده عند كل المدرس. تمام، في بلانز بنحطها يعني، ولد مثلا مستر بص انا بايظه بايظه معايا في الانجليش، انا داخل مركز على الماس، اعمل ايه؟ فبقول له بلان، ما دام هي مش قادر خالص فبقول له يريح في الانجليش في حاجه معينه عشان يعرف يدي طاقته كلها للماس، وفعلا دخل جاب ال 800 ماس، بس جاب ساعتها 600 ولا 580 انجليش. ليه؟ هو داخل يجيب تارجتنج كده، وكده كده في ماتشنج، فبيعرف ياخد احسن ماس واحسن ايه؟ احسن انجليش. تمام؟ الاي اس تي ده اللي نفسه يعرف اي معلومات في على الويب سايت بتاع الاي اس تي، حاطين حاجه اسمها اف اي كيو، فريكوينتلي اسكت كويستشنز، فريكوينتلي اسكت كويستشنز، عشان مش عارف ايه اف اي كيو ديت، فريكوينتلي اسكت كويستشنز. ادي الويب سايت اهو نفسه، اسئله حلوه اللي انتوا هتخطر على بالكم واللي مش هتخطر على بالكم ومجاوبين عليها. ماشي، اكتب كده على جوجل، اكتب كده ايجيبشن سات اف اي كيو، هيفتح لك الصفحه وهتبص على الاسئله. Why delivers EST؟ هتدوس على بلس يديك الإجابة. What is the difference between EST1 and EST2؟ Why do I need EST؟ How can I study for the EST؟ How دي الامتحانات القديمة موجودة هنا. يعني على اللينك ده هتلاقي فيه هنا الامتحانات القديمة، هتخش هتلاقي كده الامتحانات القديمة موجودة هنا في اللينك دي. كان الأول حطينا لوحدها، بعد كده حطوها مع اللينك ده. اللي هي امتحانات EST اللي حصلت يعني. هم منزلين ثلاثة، واحد EST2. How are the exams scored? What is the EST test structure? How can I American diploma كذا؟ دي كده لينك موجودة، هتلاقوها موجودة فوق شايفينها كده، https est.moe.gov.eg، على أو على جوجل هتلاقيها موجودة. Egyptian set أو EST test FAQs هتلاقيها موجودة. المدارس الامريكيه كلها صدقوني زي بعضها. انا اللي بيسالني في المدارس الامريكيه اللي موجوده جوه مصر بقول لهم خد ارخص واحده، بس لان كله زي بعضه في الاخر، اقرب واحده لبيتك يعني. اصلي مش شايف ان حد فيهم بيدي ماده علميه يعني. يمكن انا في السعوديه عشان لما بنزل اختار مدرسين بختار مدرسين، فبالتالي عندي المدرس اللي بيدي الماده العلميه كويس، فبعرف اعمل ماده علميه حلوه وبخلي الطالب يشتغل هناك في السعوديه شويه. لكن هنا الدنيا مش شايفها يعني، مش شايف مادة علمية جامدة جامدة تستاهل جوه المدرسة، عشان يعني يمكن بعض المدارس الحلوة بتدي language في الأكسنت حلو، والمدرس بيعرف يديهم شوية أكسنت حلوة، تجيب أجانب يدوا في الكيجيز عشان يطلب ياخد أكسنت يعني. كلها في الآخر بنشتري سيرفيس بفلوس. تمام، فأنا ما أعرفش مدارس معينة في مصر. أنا كنت في العروبة، أنا كنت ماسك الشغل في العروبة، ولما عملت سنتر ليا عملته في ال مش فاكر اسمها ايه، anyway مش مشكله دلوقتي يعني. ده كانت انا في وقت اللي كنت قاعد فيه في السعوديه يعني. البلد الثانيه اللي برشحها لاي حد يروحها كمنح دراسيه او كشغل حلو جدا جدا وشهاده فيري 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 باورفول، المانيا. المانيا غيرت السيستم بتاعها، كانت عايزه سات 1، كانت عايزه سات 2، كانت عايزه اي جي اي بيز، كانت عايزه مش اي بي سوري جي بي اي، سات 1 سات 2. من 3 سنين 2017 غيروا السيستم، بقى عايزين جي بي اي بس، مع شويه الماني لبعض التخصصات ما عدا الطب. الطب لازم بالالماني. طب ايه المانيا؟ في مميزات حلوه، طب 5 سنين بس في المانيا، بس لازم بالالماني، لازم يكون مع سي ليفل الماني. تمام، هندسه 3 سنين بس، هندسه 3 سنين بس، لكن بياخد بيزكس الماني بي ليفل بس، مش عايز السي ليفل. سي ليفل ده هارد قوي 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 يعني، اللي هو اجاده اللغه الالمانيه قرايه وكتابه. المانيا من البلاد فعلا اللي تستاهل جدا الطالب يروح هناك. التكاليف هناك كانت 9000 يورو، زادت شويه، 9000 يورو اكل شارب نايم جامعه كله،
يعني لو قلناها مثلا يعني 180,000 جنيه، انت في مصر هنا لو دخلت طالب حتى جامعة حكومية في خلال السنة هتصرف اكتر من الرقم ده، بس ما مش هتحس بيهم، بس هتدفع كتير. النهاردة لما تعرف ان في المانيا الجامعة بالاكل والشرب والنوم وتذكرة السفر كله هتكلفك 180,000 جنيه، طبعا بالنسبة لك، فمن دلوقتي لازم تجهز لها للطالب اللي من جريد 10 11 12 صعب ان هو يخش في الموضوع، بس مش مستحيل، يعني مش مستحيل. دي ندوة كانت معمولة في المدرسة عندي، طالب في جامعة في ألمانيا هناك، أنا عندي طلبة كتير راحت ألمانيا لأن الأوفر كان حلو جدا. وبالنسبة لطالب يعني ناس عايشة في السعودية الكلام ده كلام فاضي، فناس راحت كتير ألمانيا هناك. أنا عندي ولد خلص ومعيد في الجامعة كمان. تمام؟ همشي الباوربوينت ده بسرعة قدامكم، معلش همشيه بسرعة شوية. تاخدوا نبذه كده عن الناس اللي بتسال، استنوا ثواني ثواني وهسمع اسئلتكم. ماشي. كواليتي اوف اديوكيشن كوست نو ديفرنس، دي احسن حاجه في المانيا. التكاليف على فكره زادت، ما بقتش 9، يعني نزود عليها مثلا بتاع 2000 يورو كمان لان الدنيا اتغيرت. واللي عايز يعرف التفاصيل الجديده ممكن يعمل زياره لجوتا انستيتيوت اللي هو معهد جوتا بتاع المانيا في السعوديه. اديلكوا رقم المسؤول يعني اسمه فريدريك هناك، ابعت لكم رقم المسؤول هناك في السعوديه، في مصر ما اعرفش مين المسؤول. المنظمه المسؤوله عن السفر لالمانيا في الدراسه اسمها داد، دي دبل اي دي، داد، مش فاكر بقى داد دوت اي دي يو ولا داد دوت كوم، مش فاكر، بس دي اللي مسؤوله عن الطالب يسافر المانيا ويدرس هناك. كم رهيب بيطلع يسافر في المانيا، لان فعلا اتس ا فيري باورفول سيرتيفيكت، ماشي، يكمل حياته هناك، يرجع تاني يشتغل في اي حته، شهاده قويه جدا. ده ولد بيدرس هناك هندسه، عمل خليته يعمل ندوه هناك، والندوه كانت حلوه قوي قوي والطلبه انبسطت جدا. وبعديها كميات راحت. ماشي. مصريين على فكره، العروبه دي كان كلها مصريين، ويعني كان فيها، انا ماشي من العروبه كان فيها 5000 طالب، طبعا الكلام ده في 2017 لما سبتهم. فدلوقتي اعداد قلت عشان في ناس نزلت مصر كتير عشان ظروف السعوديه. انترناشونال كورنر بيمنت، هنتكلم على كل كده. يونيفرسيتي اوف ديسبرج دي اسم الجامعه، يونيفرسيتي اوف ديسبرج في منطقه اسمها اسم هناك في المانيا، ودي من الجامعات الكبيره عندهم هناك. هو بيتكلم عن الجامعه بتاعته بقى، بما ان الجامعه بيفتخر بيها وحاجات كده. ده منظر الجامعه، ودي التخصصات اللي كانت موجوده، 11 فاكولتيز اللي موجودين: انجينيرنج، ميديسن، بزنس ادمنستريشن، ايكونومكس، سوشيال ساينس، ايدوكيشنال ساينس، ماثماتكس، فيزيكس، كيمستري، بيولوجي، هيومانيتيز. دي التخصصات الموجوده، وشوفوا منظر الجامعه تحفه فنيه يعني. One of the 10 largest universities in Germany, one of the best universities in Germany in the research of field of overall study كذا. معلش انا بتكلم بسرعه في الحاجات دي عشان عايز اخلص من الجزء ده. نانو ساينس، بايوميديكال، اوربان، مش عارف ايه، عشان هو كان هندسه هناك. اي جامعه بتفتخر انا بخرج كام طالب، كام بروفيسور، كام دكتوراه، كام، مش عارف، هو كاتب. ماشي. 81 اكتف بارتنر شيبس وورلد وايد، يعني هي مشتركه مع 81 جامعه على مستوى العالم. كالطالب ممكن يسيب الجامعه ويروح يدرس في جامعه ثانيه تبع الجامعه دي، يعني عامله بارتنر شيب مع واحد، هي جامعه قويه وكله بيجري ان يعمل بارتنر شيب معاها. اللابراري اللي موجوده هناك المكتبه، هو عمل يعني ندوه حلوه وموريهم حاجات كتيره، واتكلم لمده ساعتين، يمكن حتى عندي الفيديو بتاع الملاعب جوه وبره الجيم بتاع الجامعه، سوشيال لايف وحاجات كده جايبها كلها، واتكلم عنها مع كل سلايد وحاجات كده. الدورمز اللي هو السكن بتاعه، وحتى اوضته مصورها، الحمام، الجيم بتاع ماشي. دي بقى اللي يهمكم، هو كان محتاجين منه بي ليفل، بي 1 ليفل في الالماني، ودي خدها في 9 شهور. هو كان طالب اي جي على فكره في مصر، مش امريكان دبلوما ولا حاجه، كان طالب اي جي وقدم، واخته كانت هناك فدي ساعدته، عشان اللي عنده ضامن هناك مش محتاج يدفع الفلوس دي، يعني دي تكاليف المعيشه، الجامعه نفسها ببلاش، بتدفع مصاريف اداريه، ده نظام الجامعه هناك زي مصر كده، الجامعه ببلاش، انت بتدفع مصاريف اداريه، يعني الجامعه لو قالت لك هات 2000 جنيه 3000 جنيه، دي كلها مصاريف اداريه، طالب في الجامعه بيتكلف كتير جدا.
جيرمان بي 1 ليفل دي خدت منه 9 شهور على ما خلص الليفل، و دي كده جيرمان بروجرامز هناك اراوند 15 تو 24 مانس اللي هو جيرمان بروجرام بتاعه. تويشن فيز كان بيدفع في السيمستر 250 يورو و 7908 يورو، قلنا نزود عليها 1000 دولار يورو كمان عشان تذكره السفر، قلنا في حدود 9000 يورو تكاليف اقامه كامله للطالب في المانيا هندسه 3 سنين. يعني كان اوفر رائع خلى الجمهور من الطلبه يروح هناك. النهارده على فكره على الفيسبوك في طلبه عامله جروبات على الفيس للطلبه اللي بتدرس في المانيا عشان تعرفوا معلومات جديده، ايه اخر الاخبار، الدنيا بقت عامله ازاي، اتقبل ازاي. في مصر معهد جودة بيدي ألماني وعندهم تفاصيل الجديدة إيه، ما بقوش عايزين ساد زي زمان، غيروا الدنيا شوية. تمام، بس احنا الناس لازم تاخد ساد، تاخد اي اس تي وتاخد اكت عشان بنأمن نفسنا لمصر، عشان مش شرط ان هطلع بره، يعني بره دي دايما السكند تشويس. في طلبة كتير كان مجموعة هيطلعها منح بره وخدت في مصر، بعد ما خلصت راحوا يعملوا معادلة في أمريكا يطالع عينيهم النهاردة. أنا عندي طلبة يعني اتجوزوا وبيكملوا معادلة هناك. طب أنت لو كنت روحت هناك من الأول كان أحسن لك، ما أنت جايب سكور حلو. هما كده قالك لا أروح إيه، خليني في مصر. خد كلية طب في مصر بيعمل معادلة هناك، المعادلة دي يعني بيطلع عينه فيها وبيسقط له مرة واتنين في مواد عشان يعرف يخلصها، يعني مش سهل المعادلة بتاعت دي. نبذة عن موضوع ألمانيا، والموضوع فعلا يستاهل إن الواحد يفكر فيه كشهادة قوية في الأمريكان دبلوما، بنشجعكم على كده كتير. I hope إني أكون أفدتكم. هبص بصة سريعة عشان شايف ناس كتير أو عمالة تبعت أسئلة، هبص بصة سريعة كده على كام سؤال بس، يعني هيبقى في فقرة للأسئلة وهيتفتح المايكات واللي عايز يسأل أي حاجة. Start studying the set from scratch and what we need. من جريد 11 ممكن تبدأ عادي خالص. احنا بنبدأ الكورس بالنسبة للماس، انا مش محتاج ابدأ من دلوقتي، انا ببدأ على شهر 8، في نص 8 كده بنبدأ مع اللي طالعين 10 او طالعين 11 على حسب اللي ما خدش بيزيكس. تمام، بس اللي طالع 11 يعني اللي من 11 ده يعني ما بشتغلش معاه زي 10 بناخد فترة بيزيكس كبيرة شوية، 5 شهور 6 شهور كده. بتقعد تحل امتحانات ريل بس متقسمه كلاسيفايد توبكس، اني بعودك على خلاص بتحفظ فكره، تيجي تحل امتحانات لنفسك من اولها بتجيب سكورات عاليه، مع شويه بقى حركات بتتعلمها ازاي ما بوظلكش اعصابك وازاي تكون ستيبل من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. هنتكلم في 4 ساعات، يعني في ناس كتير ممتازه بس معانا ما بيخلص الانجليش بيكون خلاص، فبيجي في الماس يعمل كده 7 8 غلطات، هو مش ده امتحان طاف، لازم يحل فول لينث كتير بطريقه معينه باستراتيجي التكنيك، بحيث ان هو في الاخر يعرف يطلع اقصى ما عنده. فدي لازم فيها استراتيجي وتكنيك وحاجات زي كده بيتعلمها مع نفسه بالخبره، يا اما مع تيتشر عشان بيسهل له الدنيا شويه. تمام، الاي بيز قلنا مش مطلوب في مصر خالص خالص. Is accepting the set whatever your score is that's from 2019 I'll ask it someone. اللي عايز يعرف تفاصيل الجديدة بالنسبة لموضوع ألمانيا يبعت له رقم فريدريك، ده واحد المسؤول عن الداد هناك جوه السعودية. في مصر هتلاقي جوتا انستيتيوت اللي هو معهد جوتا، ماشي. حكاية بيطلبوا سات من أي، يعني عايزين سات من أي درجة؟ طب أي درجة دي ملهاش معنى، يعني هو اعتقد ان هي حاليا غيرت السيستم كله، فممكن تعرفوا اخبار السيستم الجديد من ايه، من الـ فريدريك ده المسؤول نفسه، يعني مش حد هتسالوه بقى، ده المسؤول نفسه اللي هناك اللي ماسك الداد جوه السعوديه. في السعوديه غالبا باذن الله جامعه في مصر، جامعه خاصه، لان حسب ما فهمت مش هيكون في امكانيه جامعه حكوميه. ليه؟ الجامعات الحكوميه في منتهى الجمال احسن، بتميل انها تدخل فنون جميله، هندسه او لو مجموعها كان كويس. على فكره هندسات مش مجموعها جامد، والمجاميع هتقل السنه دي في مصر، بس دي السنه الوحيده اللي محدش يعرف لها اي حاجه اكسبكتيشن. طب من كام؟ هندسه من كام؟ السنه دي سنه غريبه جدا، فمحدش يعرف خالص السنه دي اكسبكتيشن هيكون طب من كام؟ هندسه من كام؟ سنه غريبه شويه، حصل فيها تقلبات كتير،
فعشان تقول لي طب 1500، لا مش هيكون 1500 زي الاول. فايه اللي هيحصل؟ السنه دي لسه مبهمه شويه، هيبان من تنسيق السنه دي السنه اللي بعدها هيكون في ايه. فنصبر شويه على تنسيق السنه دي، هيبان هيحصل ايه، بس المجاميع هتقل، بس هتقل قد ايه محدش يعرف. هبعت رقم على الجروب، احط رقم دلوقتي اللي عايز يحطه، مش مشكله خالص، الناس كلها عارفه رقمي اساسا. If I say I got 600 in Gritten, how could I get the university؟ هي Gritten مش محسوبة دايماً. Gritten مش محسوبة عشان مدة شهادة سنتين، بعد سنتين بتبقى expired. الـ EST قال لك هنخليها 3 سنين، هما كاتبين كده 3 سنين، فأنت ممكن تستخدمها. هو بناء على المكان اللي بتقدم له الشهادة فيه هيقول لك الفاسيلتي هيقبلها لمدة قد إيه، بس جرى العرف بالنسبة للسات إن بعد سنتين هي بتبقى شهادة expired. ماشي؟ الـ EST قال لك هنخليها 3 سنين، بعد 3 سنين هتبقى لازم تعمل لها رينيو. والطبيعي ان كده كده اخر درجات ليك هي اعلى درجات. فالسات هتبقى بعد سنتين اكسبيرت، فجريتن هتبقى مش مقبوله. بالنسبه لثبت السعوديه النظام هيكون ايه؟ انا رايحه جريتن، انا هبدا من نص 8 بالنسبه لجريتن موجودات. هناخد بيزكس كورس حلو، بعد كده بنحل امتحانات. اول محاوله ليك بتجرب فيها، بتجرب اللي هي مي، بتجرب تخش، هي مش محسوبه لك، بس انت خدت كورسات وحليت امتحانات، فعايز تشوف بقى الامتحان الجو بتاعه عامل ازاي. ومعظمها بناء انك دخلت في مي من اول محاوله ليك، بعد كده اوجست او اكتوبر بتلاقي نفسك جايب درجه في منتهى الجمال. في الماس بالذات معظمكم بتخلصوه بدري. ده بالنسبه للسات. اي اس تي لسه شويه، عشان الاي اس تي لسه امتحاناته مش كتير، لما امتحاناته هتكتر هتبقى زي السات بالظبط. صدقوني بالظبط اللي هتعرف تجيبه في السات تعرف تجيبه في الاي اس تي. هي بس لما الامتحانات تكتر، هو النظام لسه انستيبل، لسه اندر كونستراكشن. ده ما كانش معمول ليك، ده كان معمول للثانويه العامه واتقلب ليك مره واحده نتيجه ظروف. اللي عايز رقم فريدريك على الجروب هبعته، على الجروب اللي هو معمول بتاع الندوه هبعت رقم فريدريك. الجامعات في مصر قلنا طالبه للي بره من حقه سات اكت اي اس تي، اللي جوه مصر اي اس تي او اكت للسنه دي لغايه 15 اوف اوجست. بعد اوجست 15 هيمد الاكت ولا لا محدش يعرف. تمام. طب انا هستاذنكم عشان انا كده هاخد الاسئله كلها، وفي معانا مستر مينا ومستر ايه، يعني انا مش عارف مستر مينا موجود حاليا ولا لا، لان هو كان في المستشفى مع والدته. فانا هعمل ستوب ريكوردينج. اوكي، ده كده الويب سايت باين كده عندكم. بليز جيف مي جاست اني ساين. الويب سايت كده باين؟ اه باين. تمام. طيب دي السكشنز اللي في الويب سايت. عندنا سات اند اي سي تي فيديوز، عندنا تيبس اند تريكس لو في بوينتس ممكن تفيدني وانا بحل حاجات زي كده. عندي السكشن اللي بعده readings بينزل فيه passages، لسه طبعا هضيف حاجات تانية. testimonials ده بينزل فيه السكورز بتاعت الطلبة. book a class ده لو حد عايز يحجز class. downloads ده section مهم، تعالوا كده نبص على downloads فيها ايه. عندنا هنا vocabulary builder بينزل فيه ال vocabs. تمام. عندنا الروتس الجريك واللاتين روتس، اللي هي الاصول بتاعه كلمات الانجليش من اللانجوجز الثانيه زي الجريك واللاتين، بتساعدني كتير ان انا احل او ان انا احفظ كلمات بشكل افضل. ماجرو هيل فوكابولري ده برضو كويس. تير 2 اند 3 فوكابولري اللي هي الكلمات اللي بتكون ادفانسد شويه، متقسمه تير 1 و 2 و 3. طبعا تير 1 اللي هو الكلمات العامه المنتشره اللي كلنا بنستخدمها، تير 2 اللي هو الكلمات الادفانسد اكتر، تير 3 اللي هي الكلمات السبيسيفيك للساينتفك دومين او لمجال محدد، متقسمه برضو. دي ليست فيها 1000 كلمه ودي ليست فيها 5000 كلمه لو حد حابب ان هو يديفلوب الفوكابولري بتاعته. تعالوا كده نرجع تاني للداونلودز ونبص على باقي الداتا. ده كتاب تالت ليا للامريكان هيستوري، طبعا هو هيبقى مفيد للناس اللي بتاخد سات بشكل اكبر. ممكن الناس التانية اللي مش هيبقى عندها
امريكان هيستوري سيكشن في الامتحان زي الناس اللي هتاخد اي سي تي مثلا، ممكن يستفيدوا بالكتاب ده كريدنج براكتس، كتاب فاليبل جدا. امتحانات السات، امتحانات الاي سي تي، وامتحانات السات الاوفيشال. فالويب سايت ده هيبقى عليه كل الداتا اللي ممكن نحتاجها للمذاكره، وبرضه هنا في الكونتاكت سيكشن لو حد حابب يبعت لي سؤال او اي حاجه. You can contact me on WhatsApp, you can contact me on Facebook او on the website، هتلاقي كل الداتا موجوده. بفكركم بس الكورس هيبتدي يوم الاثنين اللي جاي grade 9 و10. الكورسز بتاعت grade 11 و12 حل الامتحانات شغالين already، ACT و EST و SAT. اوكي طيب، I'm happy to receive your questions. If you have any question related to English, please fire away. أهم حاجة بس يعني when trying to send a question، وأنتوا بتبعتوا سؤال اختاروا اسمي بس من الشات. طيب نور بتسأل what's the most timeless strategy to solve with؟ إيه أحسن طريقة أحل بيها ممكن توفر لي وقت؟ في statement كده كانت اتقالت على الويب سايت بتاع باندا and I believe it's true. الستيتمنت دي بتقول إن الطريقة مش هتفرق، أي طريقة هحل بيها، اي طريقه هحل بيها هتمشي معايا لو انا عندي السكيلز. يعني اللعبه كلها لعبه سكيلز، ما نجريش ورا الكلام اللي بيتقال عن الاستراتيجي. تو بي اونست وذ يو، كل الاستراتيجيز بتوصل لنفس النتيجه وبتبويل داون لحاجه واحده، هي هل الستورنت عنده السكيلز اللي تخليه يحل ولا لا. يعني اللعبه مش في الاستراتيجي، اللعبه في السكيلز اللي انا هطبق بيها الاستراتيجي. اوكي انا شخصيا يعني بادفايس بايه بالنسبه للاستراتيجيز، بقول مثلا ان الناس اللي قريتها مش سريعه حاولوا تقروا اول 2 او 3 paragraphs من الباسج وبعد كده تبتدوا تحلوا بالترتيب اللي انا هكتبه ده دلوقتي. حد تاني سالني على الويب سايت، الويب سايت هكتبه لكم هنا mrjohnedward.com. اوكي اتس www.mrjohnedward.com. اوكي والبيج facebook.com/sat-essentials. دول هتلاقوا عليهم كل الداتا بتاعتي. طيب تعالوا كده نتكلم في الترتيب اللي ممكن نحل بيه الباسجز. هنقرا اول 2 او 3 paragraphs وبعد كده ممكن نحل بالترتيب ده. هنحل اول حاجه اسئله الفوكابس، ده طبعا بالنسبه للسات والاي اس تي. تاني حاجه هنحل اسئله الريفرنسز او الايفيدنس. ثالث حاجه هنحل الاسئله اللي بتيجي على الباراجرافز. رابع حاجه هنحل اسئله النو ريفرنس، الاسئله اللي بتتحل بكي ووردز. خامس حاجه هنحل اسئله الجراف، واخر حاجه هنحل اسئله المين ايديا. الطريقة دي I think إن هي less time consuming للناس اللي عندها السكيلز. روان yes I'm working on that. إن شاء الله تكون متسجلة وتبقى available في خلال يوم أو اتنين. طيب أروى بتسأل I was not able to study SAT in grade 10. So what can I do to make up and what advice you think will help? طيب ماشي، من اول جريد 11 نقدر ان احنا نجهز نفسنا، نستغل الاجازه ونشتغل، هنخلص البيزكس. انا هتكلم عن الكورس بتاعي، انا ما اعرفش باقي المدرسين بتكون البلان بتاعتهم ايه، بس انا البيزكس عندي بتخلص في شهرين، وبعد الشهرين بنبتدي نحل امتحانات. فا اي ثينك في خلال 4 شهور ممكن تكون الدنيا ظبطت، نكون عوضنا اللي فات يعني. طبعا هيبقى باقي الحاجات اللي علاقه بالفوكابس والحاجات دي يعني تتجمع ان شاء الله، مش صعبه. يعني لو هنتكلم على جريد 11 في اول جريد 11 مش متاخرين قوي. طيب محمد بيسال ممكن الستبس اللي امشي عليها ببساطه عشان اجيب سكور كويس في الاكت. انا عندي ترايل جولاي والسكور اقل من 20. طيب هقول لكم وجهه نظري في الاكت، ليه انا شايف الاكت بروبلماتيك، و
وهقول لكم افضل حاجه نعملها، لكن هيفضل في فاكتورز احنا مش شايفينها في الامتحان ده. يعني زي ما مستر وسيم قال، انا شفت حاجات في السكورات بتاعت الطلبه غريبه. يعني في حد مثلا من اللي انا وريتكم السكورات بتاعتهم جايب 700 في الاي اس تي، في الاكت كان ستاك على سكور قليل، اي ثينك 21 22 حاجه كده، فرقت معاه كتير جدا لما ابتدى يحل اي اس تي، سكور عالي جدا يعني، زاد فرق كبير. فده معناه ان يعني في حاجه مش مريحه قوي في الاكت. طيب ليه الاكت انا شايف ان هو بروبلماتيك؟ تعالوا كده نتكلم في البوينت دي بسرعه. الاكت مشكلته وقته ضيق، يعني زي ما قلت لكم التايم بتاعه ليميتد قوي وعدد الاسئله كتير، فده محتاج فيري فيري كويك ستودنت، حد بيقرا بسرعه وبيحل بسرعه، وحد عنده الفوكابس حاضره في دماغه، وحد يفضل ان هو يقرا الباسج كلها ويحل على طول. يعني لو حد قدر يحل باسج ريدنج اللي هي بتتحل في 8 دقائق ونص مثلا، بتتحل في 8 دقائق ونص، لو قدر يدي منهم 3 دقائق لقرايه الباسج و5 دقائق ونص لاجابه الاسئله هيجيب سكور كويس. بس هل ده دوبل؟ صعب بالنسبه لاغلب الستودنتس، ده صعب، الوقت ده ضيق جدا. طيب ايه افضل حاجه نعملها؟ افضل حاجه تعملها ان انت دايما لما تحل حط نفسك تحت الاستريس بتاع الوقت. يعني اوعى تحل اكت من غير وقت، لان هتلاقي نفسك ريلاكست، هتلاقي الدنيا باظت. طيب الحاجه الثانيه، ثبت طريقه معينه وحل بيها وما تغيرهاش. ليه؟ علشان يوم الامتحان ما تروحش تفكر فلسه هعمل ايه. يعني فكره هعمل ايه دي جوه الامتحان وحشه جدا. ثبت طريقه حتى لو ما كانتش احسن حاجه في الدنيا، ستيك تو ات وما تغيرهاش. طيب تالت حاجه، احفظ فوكابس كتير، لان حفظ الفوكابس هيسهل عليك فهم الباسج وبالتالي مش هتحرق منك وقت. رابع حاجه، دايما لما تحل سؤال حاول تعمل مايند ماب وتكون فاكر الاجابه جت منين في الباسج. يعني ايه الطريقه اللي انا بقول للناس تحل بيها في الاكت؟ بقول لهم نفس الفكره بتاعت الرول اللي انا قلتها في السات والاي اس تي. ليتس ايماجين ان ده التكست، اوكي ده التكست. الفكره بتاعتي ان انا مش هقدر اقرا التكست ده كله، انا قرايتي مش هتساعدني ان انا اقرا التكست ده كله واحل. طب هعمل ايه؟ هقسمه لفقرات. ايه اصغر فقره بتكون موجوده في الباسج؟ الكلمه، one word، اوكي. طب ايه الحاجه اللي اكبر منها؟ اللاين. طب ايه اللي اكبر من اللاين؟ الباراجراف. طب ايه اللي اكبر من الباراجراف؟ الباسج كلها. يبقى ترتيب الاجابات بتاعتي هيمشي من الاسئله اللي على يونتس الصغيره للاسئله اللي على يونتس اكبر. هتبتدي اول حاجه بالفوكابس، تاني حاجه بالاسئله اللي ليها ريفرنسز في ارقام سطور، تالت حاجه الاسئله اللي بتسالك على باراجرافز، رابع حاجه الاسئله اللي موجوده في الباسج لكن انت ما تعرفش هي فين، اللي هي الاسئله اللي بتتحل بايه؟ بكي ووردز. واخر حاجه تحلها هي الاسئله اللي بتتكلم على البيج بيكتشر، الاسئله اللي انت مش هتعرف تحلها الا لو قريت. اوكي؟ طب ليه الطريقه دي؟ يعني ليه اللوجيك ده؟ ليه انا بفكر احل من اليونتس الصغيره لليونتس الكبيره؟ لان انا هحاول استخدم تكنيك مش هيخليني اقرا كتير، انا هقرا 2 او 3 باراجرافز عشان انا قرايتي مش هتساعدني اقرا الباسج كلها. طيب يبقى من المنطقي ان انا ما احلش الاسئله اللي على الباسج كلها لو انا ما قريتش. فهبتدي من الاسئله اللي بتتعامل مع اليونتس الصغيره الاول، الفوكابس، وبعد كده اللاينز، الاسئله اللي على لاينز معينه، وبعد كده الاسئله اللي على باراجرافز، وبعد كده الاسئله اللي هي نو ريفرنس اللي هحلها بكي وورد، وفي الاخر اي حاجه ليها علاقه بالمين ايديا. داخل في الكلام ده بقى الاسئله بتاعت الايه؟ الكرونولوجيكال اوردر، وانهي حصل الاول وانهي حصل في الاخر، الكلام ده كله. طيب that's my plan for act. For grade 10 what's the ideal time to start؟ على حسب مستوى الطالب، لو جاي من ناشونال يعني start right away. Start right away. لو American ومتأسس كويس قوي في المدرسة والإنجلش بتاعه كويس قوي، ممكن نبتدي من نص 10 أو من أجازة 10، بس ده هيبقى متأخر سنة. عشان لو أنا عايز ألحق محاولاتي من أول 11 يبقى I recommend إن إحنا ما نأخرش ونستنى لحد بداية 11. لكن لو الستودنت
ناشونال جاي من ناشونال، يعني نبدا بدري بقدر الامكان. ممكن ما يعني ما عنديش تصور عن الموضوع في الماث ممكن يكون عامل ازاي، ممكن مستر وسيم يبقى يقول لنا رايه في الحته دي، لكن بالنسبه للانجلش الانجلش بيحتاج وقت، لان الموضوع في سكيلز بتحتاج تتبني مع الوقت، مش بتيجي بمجرد النولج. يعني مش هينفع ان انا اشرح له الحاجه في سيشن فيخرج من السيشن يبقى خلاص كده تمام، لا، لازم هو يبراكتس، لازم يعمل الحاجه بايده، لازم يقرا كتير، لازم يحفظ فوكابس، وده بياخد وقت يعني. في حد بيسأل هل السات في long answers questions؟ لا ما فيهوش. في question تاني بيقول my daughter is grade 11 this academic year, how and when should we start to prepare for the SAT exam? I'm in Egypt temporarily and my daughter's school is in Saudi Arabia. طيب grade 11 يعني احنا داخلين grade 11 المفروض نبدأ على طول، نبدأ على طول علشان نلحق محاولاتنا من الأول، ما نضيعش محاولات. فهو الأفضل طبعا إن الناس تخلص في 11، يعني السيناريو المثالي اللي كان بيقول عليه مستر وسيم إن الناس تخلص في جريد 11، تبتدي بقى تشوف منح، تبتدي تشوف أي حاجة تانية تعلي سكور، بس يبقوا مش ستريسد، يعني يكونوا خلاص وصلوا لسكورات كويسة وبيعلوا، مش هنبقى تحت ضغط. لكن فكرة إن إحنا نبدأ متأخر فنبتدي نسيب سكوراتنا لحد آخر محاولات، يعني ناخد عبرة من اللي حصل للطلبة السنتين اللي فاتوا من فكرة كورونا والإلغاءات والتسريبات والكلام ده كله، طبعا في ناس اتطحنت يعني. فكل ما نخلص بدري ونضمن الوقت يكون أفضل. طيب دي كده الكويستشنز اللي جات لي. في حد تاني عنده أي كويستشن؟ طيب can you give details about the basics course and are you completing the main course after؟ يس، البيسكس كورس بالنسبه لي هيبقى 16 سيشن، هيبقوا 8 ريدنج و8 رايتنج، بنخلص فيهم الاساسيات وبنحل اكسرسايزز، وبعد البيسكس بنبتدي ان احنا نحل امتحانات الاوفيشال، وبعد الاوفيشال بنحل ريل. اوكي، يعني بعد ال 16 بنبتدي بقى الاوفيشال والريل. فمده الكورس بالنسبه لي بتكون شهرين، فالكورس اللي هيبدا يوم الاثنين اللي جاي ده ان شاء الله يخلصوا على اخر 8 المفروض مثلا، ونكون بقى بنحل امتحانات لحد الترايلز بتاعتهم. لو في حد هيحجز الكورس يتواصل معايا على الرقم بتاعي على واتساب، كنت كتبته لكم من شويه، that's the number. Okay, do you have any specific books or articles to recommend for grade for 10 graders or above to improve vocabulary and increase knowledge? Yes, في كتب. الكتب بتاعت الجي بي اي ممتازه، يعني الناس اللي بتاخد بتشتغل من كتاب collections I highly recommend this book, it's great. في كتاب تاني انا كنت نزلت اللينك بتاعه قبل كده على واتساب، هو كتاب reading، كتاب كبير شويه، في articles كتير قوي ممكن الناس تبتدي تتعود تقرا منه بشكل مستمر كل يوم وتطلع منه الفوكابس. طبعا ما فيش حاجه اسمها انا يعني I'm reading and I'm just avoiding the words، لا، لازم لما اقرا اطلع الفوكابس واحفظها لانها هتيجي قدامي تاني، eventually هتعدي قدامي تاني، ف there is no point of ignoring them، لازم اذاكرهم اول باول. ف يعني لو حضرتك على الجروب I can send all the details there. كنت حتى منزل بوست عندي على البيج، كنت حاطط فيه كل اللينكات بتاعت الفيديوز بتاعتي، هاو تو ستادي فوكابيولري، وكتب الريدنج وكتب الجرامر، كنت مجمع ده كله، ممكن ابقى انزلهم تاني على الجروب. اوكي طيب ار يو اون ذا جروب؟ يو ار اسكينج مي اباوت ذا بوك رايت؟ اوكي ار يو اون ذا جروب؟ سو اف يو ار ان ذا جروب ايل سند ات ذير. ماشي اوكي طيب حاضر، هبعت اللينك بتاع الجروب دلوقتي. Just bear with me one second، هبعت لكم رقم اللينك الجروب على الواتساب. نور، السيشنز اللي انا عملتها فري موجوده على اليوتيوب ولا لا؟ لا موجوده على البيج بتاعتي، دول اللي انا كنت عملتهم، كنت عملت سيشنز للاي سي تي. ممكن يبقى في سيشن او اتنين موجودين فري على يوتيوب للسات. طيب do we have other questions? What's the most recommended novel to read? I just finished grade 10.
طيب I would recommend reading short stories. يعني I find short stories more interesting والأحداث فيهم أسرع شوية، فهتبقى حاجة يعني ألطف في القراية. فممكن برضو أبعت لكم لينكات كتب short stories. الشورت ستوريز بتكون فيها فرايتي أكتر وإنجويبل أكتر. What's the YouTube channel؟ ممكن أبعتها على الجروب. ممكن أبعتها على الجروب. The old man and the sea. Okay, no problem. طيب just give me one second. أبعت لكم حالا لينك الجروب. أنا بعته كده بس just let me know لو وصل. I'm not so sure. باين كده عندكم؟ لا ما مش عامل جروب على التليجرام. مش عامل جروب على التليجرام. So خلينا على الجروب بتاع واتساب وممكن نتابع على الفيسبوك واليوتيوب والويب سايت، هيبقى عليهم كل الداتا اللي أنا بنزلها. طيب. Any more questions؟ I need to answer some questions after. ماشي يا مستر وسيم. اوكي. طيب في اسئله ثانيه ليا ولا مستر وسيم يجاوب الكويستشنز بتاعته؟ اوكي طيب. ثانك يو سو ماتش. ماشي مستر وسيم تفضل. انا كده تمام. Can you hear me؟ Yes. بنحل الامتحانات معظمهم من اول مره بيجيبوا سكورات في الماس، الانجليش بس جايز ياخد ايه شويه وقت تاني. الايديال ورك بتاعنا الناس كلها تخلص في جريد 11، سات 1 سات 2 اي اس تي 2 كل حاجه في جريد 11، تبقى جريد 12 سنه بندور فيها على الجامعه وبنزود السكورز بتاعتنا. وقت تقديم السكولارشيبس دايما بيبقى في ديسمبر جريد 12. ديسمبر جريد 12 ده وقت تقديم الاسكالرشيبس بالنسبه لامريكا. بنخش على commonapp.org، هبتدي اكتب الحاجه اهو. commonapp.org ده الـ زي التنسيق هناك، بنخش عليه بنعمل ريجستريشن، نخش على الجامعات اللي احنا عايزينها نختارها وبنعلم على في ويفر عشان ما نعملش رسوم لكل الايه لكل الـ الـ يعني يعني نقلل التكاليف شويه. قدمنا بنستنى بعد كده الردود، بيردوا علينا في مارش جريد 12. فالتقديم بيبقى في ديسمبر جريد 12، بيردوا علينا في مارش. بنستنى بقى الردود، كذا جامعه ردت عليا، بختار الانسب حاجه. اذا كان فيها فول سكولارشيب بتبقى زي ما انتم شفتوا اكل شارب نايم جامعه. اذا كان في بارشال سكولارشيب، في بارشال، في كذا حد عندي جاله بارشال سكولارشيب، بيروح البارشال سكولارشيب. جوه مصر الجامعات الخاصه فيها منح دراسيه. الجامعه جيرمان جي او سي فيها فول سكولارشيب لطلبة الأمريكان، الـ AUC لغت السكولارشيب بالنسبة لطلبة الأمريكان، الجامعات الدولية اللي فتحت أكيد أكيد أي جامعة بتفتح جديد بتدي منح دراسية عشان عايزة تستقطب طلبة على قد ما تقدر. وفخر لأي جامعة إن الطالب المتفوق يكون عندها مش عند غيرها. فخر لأي جامعة إن الطالب بتشتريه زي ما بيقولوا. ما هو في الآخر يقولك nothing for free. ونص المثل التاني اللي محدش يعرفه يقولك nothing for free and if something is free then you are the product.
وده اللي حقيقي موجود. لو الطالب بيروح هناك ببلاش هو البرودكت، هو البرودكت بالنسبة للجامعة، وبيبقى برودكت بالنسبة للجامعة عشان بعد كده الجامعة بتستفيد منه ان هو دكتور في الجامعة، باحث علمي في الجامعة، بيدلها بالفضل بعد كده. تمام؟ فالجامعات الدولية اكيد هتعمل منح دراسية لطلبة الامريكان ده اكيد، بس انا ما اعرفش لسه حاجة عشان الحاجات دي كلها لسه جديدة يعني. تمام؟ it's a very good opportunity الناس تقدم في الجامعات الجديدة، لان هيبقى فيها chances حلو. الجامعات الجديدة بتحاول تستقطب الطلبة الشطار الاول. بعد كده 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 عندها ناس بتدفع فلوس برضو، لازم يكون حاملة كده ايه percentage، هاخد كام واحد في الامريكان، هاخد كام واحد من الثانويه العامه فول سكولرشيب، بعد كده كاتيجوري A وكاتيجوري B، زي الجي وسي بتعمل كاتيجوري A كاتيجوري B. تمام؟ ده ده بالنسبه لامريكا بس. اللي بيسال ده الامريكا، ده الامريكا بس. بالنسبه لالمانيا مش فاكر دوت كوم او دوت اي دي يو. تمام؟ ده برضو اللي مسؤول عن الجامعات في المانيا والتقديم ليها. اللي عايز يعرف ديتيلز عن ألمانيا يعني يروح مشوار كده الجوتا انستيتيوت، معهد جوتا، سواء في السعودية أو في مصر موجود، منها ياخد كورسز الألماني المطلوبة، وهم عندهم أكيد آخر أبديت للمعلومات بالنسبة للجامعات هناك والكونتاكت. وفي ناس بتطلع دايركت على السفارة، في حاجة هناك في أي سفارة حاجة اسمها مستشار الثقافي. المستشار الثقافي ده اللي مسؤول دايما عن الأسئلة دي، وبيبقوا فريندلي جدا وبيقعدوا مع أي حد وبيتكلم معاه، بتاخد بس ميعاد appointment وبتقعد معاه وبيديك full details، بيبقى مبسوط جدا إن أي حد يقعد معاه، لأن هو وظيفته إن هو يقعد معاك وإنت تقول لغيرك عشان يبقى فيه نوع من التبادل الثقافي. فالمستشار الثقافي في أي بلد حلو للمواضيع دي. أعتقد زي ما سيستم موجود في ألمانيا موجود في معظم دول أوروبا، يعني اللي بيطبق في ألمانيا بينطبق في دول أوروبا بنسبة كبيرة بس مش كلها، اللي هي الجامعة ببلاش لكن بتدفع أنت تكاليف إقامتك بس، وتكاليف إقامتك في ألمانيا قلنا يعني دلوقتي أعتقد هتوصل ل 11,000 يورو. أعتقد دي ريزنابل جدا لأي حد عايز يخش جامعة خاصة، أحسن له يطلع على هناك. أنا ببص على الأسئلة لو حد عنده أي سؤال. It's okay. اللي ما خدش سات في جريد 10، احنا عاملين كورس دلوقتي شغال بقاله شوية صغيرين، بعمل باك اب على زي ما انتوا شفتوا اللي هو الكتاب بتاع التوبكس دوت، بعمل باك اب عليه، وبعد كده هخش على الامتحانات في شهر 7. جايز يعني اعمل تو جروبس، واحد للادفانسد للناس اللي هي يعني خلصت وعامله وبتحل امتحانات وتجيب سكورز عاليه، وناس اللي لسه مخلصه معايا بيزكس عشان ما يحسوش الموضوع تقيل، عشان بس ما اخشش معاه مره واحده في حاجه جامده. يعني اعمل غالبا لدول جروب ودول تاني. الارقام انتوا عندكم ارقامي، بس انا هبعتها على الجروب اللي معمول عليه السيمينار ده، الرقم بتاعي. التاني دول التو نمبرز الكونتاكت بتاعي، يمكن ده اللي ببص على الواتساب كتير شويه عليه كل الداتا بتاعته، عشان دايما انا بخلي في البيزكس ما بخليش مع الطالب الانسر كي، عشان نربي حاجه اسمها سيلف كونفيدنس، ودي اهم صفه لازم الطالب يكتسبها في امتحانات القدرات. لو الثقه بالنفس مش قد كده هتبقى مش عارف تجيب سكور، هيلعب بيك كتير وهيبوظ اعصابك ومش هتعرف تجيب سكور حتى لو مستواك شاطر. في طلبه فعلا شطار جدا بس ينقصهم السيلف كونفيدنس، بعض اخطاء المذاكره القاتله بيسموها فاتال ايرورز، اللي هو بيذاكر وهو بيحل وكل ما يحل سؤال يبص عليه ورا صح ولا غلط، ده كده بيجيب لك حاجه اسمها ليك اوف سيلف كونفيدنس، ما عندكش اصلا، انت كل شويه بتبص ورا. عشان كده في البيزكس كورس بالذات بشيل الانسر كي من عندك، كل ما بتحل اي حاجه بتبعت لي اللي انت حليته وببعت لك الانسر كي،
تعمل تشيك اوت صح، ايه ده، ما انا كويس اهو. ابتدي يكون عندك امتحان القدرات، عايز مش بني ادم، عايز ديناصور داخل، عملاق داخل الامتحان، مش بني ادم. اذا ما كانش عندك السيلف كونفيدنس الرهيب ده، مش هيبقى عندك القدره انك تجيب سكورز عاليه. كل ما هتشك في حاجه هتلاقي نفسك اتوترت، وده ما ينفعش خالص امتحان القدرات. الثقه بالنفس بتيجي من البيزكس كورس، تمام؟ هنيجي نحل امتحانات بعد كده، هتقعد تبص ورا، انا في الامتحانات مش هاخد منك الانسر كي، بسيب معاك الانسر كي. ولازم تحط سكور بعد كل حاجه بتحلها، يعني دايما بعد ما بتبعت لي اللي انت حليته بروح قايل لك سكور، جبت كام من كام، عشان السيلي ميستيكس. طبعا دي امتحان قدرات، انت عندك فور تشويسز، واحده صح واربعه وثلاثه غلط، هما مش غلط، هما اكسبكتد ميستيك. هتغلط هتلاقيها موجوده وهتختارها وانت مبسوط. طالع من الامتحان، مستر انا حليت كويس جدا، انا بس في اتنين بشك فيهم وواحده غلط، يعني ثلاثه، يعني 770 تلاقيها 670 تلاقيها 650، يعني عامل لي 13 سيلي ميستيكس، عشان انت وانت بتذاكر كان عندك اخطاء، تمام؟ فدايما بتذاكر مالكش دعوه بالاجابات. اللي انت مش عارفها دي مش مشكله بالنسبه لي، لكن اللي انت عارفها وعملتها غلط دي اللي مشكله، دي بيسموها ديزاستر. انت عارفها وعملتها غلط ليه؟ دي المشكلة الأساسية بالنسبة للطلبة في امتحانات القدرات. أما اللي انت مش عارفه مع الوقت بتعرفه، ده ما فيهوش مشاكل خالص، تمام؟ الجي بي اي، اللي بيقول لي الجامعات بره بتاخد الجي بي، ده اساسي على فكره. بره بالنسبه لهم الجي بي اي اهم من السات. فلما انت بتبقى رايح له جايب جي بي اي 4، كله طبعا هنا جايب 4 دي بالنسبه لهم طالب سوبر جينيوس، يعني مش جينيوس، سوبر جينيوس. فبيبص لك البصه دي لان هم عندهم الكذب جريمه، فانت باصص لك على ان انت فعلا طالب سوبر جينيوس، ما يعرفش ان انت واخد الجي بي اي كده. بس لازم تدعم الكلام ده بايه، بدرجه عاليه في الاكت او درجه عاليه في السات، عشان تعرف تاخد المنحه ديت. ما يبقاش انت جايب جي بي اي 4 ودرجتك في السات او الاكت، ما ينفعش، تمام؟ هي لازم كده. فالجي بي اي على فكره بره دي لوحدها، الجي بي اي 4 دي تديك 50% ديسكاونت، حط عليها اي بيز، حط عليها سات درجه عاليه، بتلاقي نفسك وصلت للسكولرشيب. فالجي بي اي ديت من ضمن الحاجات، سواء لجوه مصر او لبره مصر، 40% دي يعني مش عايز اقول لكم بالنسبه لهم قد ايه هي حاجه فيري فيري باورفول، تمام؟ الجامعات في امريكا خدت الجي بي اي بس السنه اللي فاتت، عشان خاطر الكورونا، ما كانش فيه امتحانات سات بتتعمل. ثلاث ارباع الولايات كانت قافله الامتحانات خالص، المدارس مقفوله، فما فيش مكان يمتحن فيه. فالجامعات قبلت الطلبه من غير سات ولا اكت. لكن اكيد السنه دي، عشان كده المنح وقفت، عشان كده السكولرشيبس وقفت. بس اكيد دلوقتي خلاص يقول لك كاليفورنيا بتتعافى، مش عارف ولايه جورجيا بتتعافى، خلاص مفيش حد، تمام؟ كله خد التطعيم، فالدنيا هناك ايه بقت احسن. From where do I advise me to start؟ الناس اللي في الجريد، الكورس اللي معمول دلوقتي ينفع اتنين، طالب ما خدش بيزكس كورس عايز يبتدي من جديد، يا اما طالب هو خد كورسز وحل امتحانات بس الدرجات وحشه، بيجيب 500 حاجه 600 حاجه، ما عندوش سيلف كونفيدنس، بيغلط كتير، يبقى ياخد كده معانا عشان يظبط الحاجات ديت، عشان لما نحل امتحانات يبقى الدنيا معاك كويسه. اما الطالب اللي جايب بيجيب في البيت 700، انا نصحتهم كلهم استنى في شهر 7 خش معايا احسن، تمام؟ اللي عنده سؤال اهلا وسهلا بيه، انا بجاوب على اسئله، واللي كتب سؤال فوق وانا ما جاوبتوش ممكن يكتبه تاني كوبي بيست. اعمل كونتاكت على الواتساب، اعمل لي كونتاكت على الواتساب، انا هرد عليك واظبط لك واقول لك تيجي في شهر 7 تيجي في شهر 8 نبدا دلوقتي احسن، انا برد على كل الناس، تمام؟ يعني اللي عايز يبدا دلوقتي اوكي، اللي عايز يبدا في شهر 7 انا هقول لك الانسب ليك، تمام؟ في اللي عايز يبدا في جريد 10 قلت له لا خليك في شهر 8 احسن، ما رضيتش ابدا معاه دلوقتي، مش الكورس بتاع دلوقتي مش ليك، ريح دلوقتي لانك بعد كده هتطحي، فيعني خد نفسك دلوقتي والعب براحتك، لاني من شهر 8 هتشتغل معانا، هزود عليك واحده واحده الشغل.
بص الجنرالي كده بالنسبه للاس اي تي 1500 بلس، معظم الطلبه عشان تضمن اللي هي عايزاه في مصر 1500 بلس، ده بيخليك دايما تخش جامعات بره جامعات جوه مستريح تخش اللي انت عايزه. اقل من كده اصل انت عايز طب مثلا، عايز منحه دراسيه، ومعظمكم في الاول انا بس عايز اوصل لكذا، لما بتجيب سكور بدري الطموحات بتشتغل بقى، الطموحات بتزيد، بتلاقي نفسك يعني انا عايز وعايز وعايز، بعد ما كنت بتقول لي انا عايز اوصل تلاقي نفسك بتسالني بعد كده يا مستر هو الجامعه الفلانيه، هو المانيا، طب هو فرنسا ايه رايك، طب جبت الكلام ده منين، اصلك جبت سكورز عاليه. فكل ما بتجيب سكور بدري كل ما الدنيا بتفتح معاك وايد. هو انا كنت بتسالني على اسم مدرسه في الرياض، انا كنت شغال في العروبه، فاكيد هقول لكم العروبه يعتبر بالنسبه لي احسن واحده عشان فيها مصريين، بس انا هقول لكم حاجه، احنا بنحاول نخش مدرسه الاداره مصريه، الاداره مصريه عشان الجي بي اي، يعني في مدارس حلوه الشويفات رائعه ومنهج قوي والطلبه اللي بتجيلي من هناك مستواهم حلو، لكن مش هيعرفوا يجيبوا جي بي اي كويس، فالافضل دايما اداره مصريه. اكتر اتنين فيهم اداره مصريه ومعروفين قوي اللي هي العروبه، عشان بس يمكن بعضكم يستغلها ولا حاجه، بس هي مش غاليه يعني معقوله، في قمه من الحياه برضو معقوله فيها كلها مصريين، وفي كمان مدرسه تانية مش عارف منار الشمس ولا نور، برضو اداره مصريه، المدارس اللي فيها اداره مصريه هتاخد الجي بي اي. يمكن بس العروبه لما نقلت وعملت مدرسه كبيره زي المنارات وكده بقت يعني الناس بتحبها شوية عشان الفاسيلتيز اللي اتحطت، قبل كده كانت برضه كومباوند متأجر كده يعني. In the International University in the New Capital أعتقد هيعملوا الجامعات الدولية اللي هتفتح في العاصمة الإدارية، أعتقد لازم أي جامعة هتفتح جديد هتعمل منح دراسية عشان تستقطب الطلبة الممتازين الشطار. هي بس ساعات بعضهم ما بيعملش للامريكان دبلوما، يقول لك دول معاهم فلوس، زي الامريكان يونيفرسيتي الجامعه الامريكيه لغت المنح بالنسبه لطلبه الامريكا، معناها كانت بتدي 30 و20، خلاص وقفت بالنسبه لطلبه الامريكان. الجي يو سي لسه ما زالت بتدي كاتيجوري اي وبي ومنحه دراسيه كامله الجي يو سي. الجامعات الدوليه الجديده اكيد هتعمل، اكيد. اللي عايز في جولاي اللي هو اللي بيجيب درجات في البيت، يا ملك اللي بيجيب درجات في البيت 700 حرام يخش مع الكورس ده في شهر 7 احسن، يحل امتحانات ويخش من اولها. قمة الحياة كويسة وإدارة مصرية شغال. المدارس اللي فيها إدارة مصرية أروع، أي مدرسة فيها إدارة مصرية بيتساهلوا في الجي بي إي، اطمني من الحكاية دي، حتى لو أقول لك مش هديها لك كده، هو بيديها لك بمجهودك بس بيديك بوش، يعني بيتنح لك فرصه انك تعيدي مواد، دخلت امتحان جبت درجه وحشه يقول لك طب ممكن عندك فرصه تعيدي 3 مواد، تعيدي مادتين، عشان اخد الجي بي اي بس مجهودي عشان نعلمكم، لان لو قلت لك هديك ال 40% مش هتذاكر، هديها لك بس مجهودك. الطالب اللي بره مصر سات اكت اي اس تي الثلاثه محسوبين، الطالب اللي جوه مدرسته جوه مصر هيبقى الاي اس تي بس لغايه جولاي محسوب، بعد جولاي اي اس تي بس، جايز الوزير على اوجست 15 يمد الاكت شويه، جايز بعد الطلبات وكده جايز يمد الاكت، بات مين وايل هو قال بعد اوجست 15 مفيش اكت، هو قال كده، بس اللي بره مصر شغال، اللي بره مصر شغال سات واكت واي اس تي. الرواد انترناشونال سكول الاداره مش مصريه، الاداره ده مره عملوا عامله في ولد، الولد بعد ما دخل التنسيق ما اتقبلش ورقه عشان خاطر كاتبين ادفانسد ماثماتكس كاتبينها كالكولس، هو الاسم العلمي ادفانسد ماثماتكس بس الاسم بتاع الماده في جوه الماث اسمها كالكولس، فكاتبينها له كالكولس جايب فول مارك، عشان كاتبينها كالكولس التنسيق ما قبلهاش، فيعني الولد ما دخلش جامعه ضاعت عليه سنه بسبب معلم الورق راح ما رجع وراح تاني كانت راحت عليه، فدي كانت مشكله كبيره، يمكن عدلوها في السنه اللي بعد كده، بس يعني اي مدرسه الاداره مش مصريه مشكله في الجي بي اي.
ال 1500 اضمن لك تخش اي حاجه ما دام جبت 1500 بلس، هتخش في مصر طب مستريح ماشي، هيدخلك طب. هي بس السنين اللي فاتت حصل يعني مجاميع زادت جامد قوي نتيجه التسريبات، بس خلاص الدنيا هتبتدي تعدل واحده واحده تاني بعد اللي بيعمله الوزير. هو بصراحه اللي بيعمله كويس، وانا شايف ان هو الراجل يعني مش وحش، بس يعني الناس ضغط عليه جامد، ضغط عليه جامد تمام. هو بس لو يدوله فرصة، هو الراجل أكثر من رائع، بس معلش انتوا شايفين اللي بيحصل في مصر، نسبة كبيرة تجاري وبكل بقى التجارية، فهو واقف ضد مصالح ناس كتير حقيقي. التربية والتعليم من ضمن البلاد، من ضمن أي بلد في الدنيا بتاخد ميزانية ضخمة قوي، الميزانية دي كانت بتروح فين محدش عارف. فبالتالي لما يجي مرة واحدة يمسكها ويبوظ، على سبيل المثال مرة واحدة يقول لك أنا هعمل تابلت، اللي كان بيطبع الكتب ده كان بياخد كم مليار كل سنة، المطابع دي كانت والورق فيعني الراجل فعلا وقف مصالح كتير، فطبعا عليه هجوم مش طبيعي، وهو عمال يعالج مشاكل كتير. من الناس اللي عايزه تحضر نفسها لألمانيا، من فضلك ابتدي روح خد كورسات ألماني، لان هندسه عايزه بي 1 ليفل، طب عايز سي ليفل، جايز تضطر تروح تاخد سي ليفل في ألمانيا وترجع. في بنت عندي الوحيده اللي دخلت طب، كانت بنت مش ولد، الباقي كله هندسات وبزنس، بيزنس 3 سنين، بيزنس مش عايز ألماني خالص، بيزنس اللي هو تجارة مش عايز ألماني، ورائع طبعا بره مصر بيزنس ده رهيب. مدرسة الرائد لو الإدارة مصرية شغالة معك، أنا معرفش أخبار الإدارة إيه، وأعرف كده من الطلبة اللي خلصت 12 هناك جي بي إيه كام. لا ما اسموش بروجريشن ليتر، هو اسمه ريكومنديشن ليتر، ريكومنديشن ليتر من التيتشرز. فانا يعني بنصحك انك تجهز الريكومنديشن ليتر ده من على النت، انا حتى ببعت للطلبه شويه ريكومنديشن ليتر، يختار الكلمات المناسبه ليه عشان يبقى حاجات حلوه ومنمقه، وبعد كده التيتشر بيبعتها من الايميل بتاعه. انا كتيتشر بيبعت لي لينك، بخش على اللينك ببعت الاتاتش فايل اللي هو ريكومنديشن ليتر بتاعي للطالب ده، ده بيحتاجه ضروري، بيحتاجه ضروري عشان لما يجي يقدم على منحه دراسيه، ريكومنديشن ليتر. كندا عندي طلبه راحت كندا، بس ما فيش منح، هتدفع كتير. وانجلترا هتدفع كتير، هي امريكا بلد الفرص في المنح بصراحه. على حسب انت بتقدم لفين، بس اعتقد لازم 12، لازم 12. زمان كنا بندخل طلبه من بعد جريد 10 حتى يخشوا جامعه في مصر، بس القوانين هي اللي بتحكمنا حاليا، القوانين لازم 12 سنه دراسيه، لكن زمان ما كانش فيه 12 سنه دراسيه. ففي انا عندي بنت بعد جريد 10 دخلت كليه الطب، فهي المكان اللي بقدم له الشهاده هو بيقبل ايه. انا عندي شانل على اليوتيوب، بس انا بعمل كل الفيديوهات برايفت، بعض الحاجات بس اللي هي جنرال، اني انا بيبقى في ماتيريال خاصه بكوليدج بورد انا بستعملها في الشغل بتاعي، لو سبتها بابليك كوليدج بورد بتقفلي للشانل، لانها حصلت فيا قبل كده، فدي مشكله كبيره. فلان طبعا الماتيريال بتاعت كوليدج بورد مش من حق ان انا استخدمها كده يعني، فبيقفلوا لي الشانل بتاع اليوتيوب بتاعي، فبس انا بعملها برايفت وببعت للطالب لينك عشان يبص على الحاجه اللي عايزها تاني ويشتغل مع السيشن تاني وكده. دي من اقوى الحاجات اللي بستفاد منها في الاونلاين كورسز، انا ما اعرفش اعمل كده في اللايف سيشنز. تمام، كل حاجه ليها الميزه والعيب. العيب انا ممكن ابقى شغال والطالب بيلعب جيمز، ده عيب معروف في الاونلاين. الميزه في مميزات رهيبه، انا في الاونلاين عملت حاجات عمري ما عرفت اعملها في اللايف سيشنز، يعني حقيقي الاونلاين انا عملت بيه شغل ما كنتش بعرف اعمله في اللايف سيشنز.
الاسي في بعض الجامعات بتطلب اسي، هو ما بيطلبوش منكم الاسي بتاع كوليدج بورد، هو بيطلبوا منكم اسي تكتبوه عشان خاطر يعرف البيرسوناليتي بتاعتك وطموحاتك واصله لغايه فين. لازم تكتب لهم اسي عشان يعرف من وسط الكلام ده يعرف انت واصل تنفعه ولا ما تنفعوش. ابعت لي على الواتساب، ابعت لك اللي انت عايزاه في الريكومنديشن ليتر. هم معاهم الادفانسد بس المدرسه لو اداره مصريه خلاص كمل معاهم، وممكن في اي وقت تتحول، ما انا ممكن احول اخد 11 من حته و12 من حته مش مشكله. الام كات ده امتحان لكليه طب ما بين الاربع سنين ساينس واربعه ميديكال سكول. انا لو بدخلش كليه طب في امريكا اربعه ساينس الاول، بعد كده بامتحن امتحان زي السات كده اسمه الام كات، ولو دخلت طب اسنان في اسمه الدات دنتستري ابتيتيود تيست كده في النص، بعد كده اكمل الاربعه بتوع الميديكال سكول. ده في هناك في امريكا مش هنا خالص. تركيا زي ماليزيا زي روسيا زيها زي مصر، يعني في مصر احسن لك. انا شخصيا ضد مواضيع ان انا اطلع بره في بلاد شهادتها نفس ليفل مصر، طب انا مصر احسن لي بقى، يعني اروح اتغرب عشان اخد شهاده؟ الا بقى اذا ما كنتش عارف اخش طب في مصر اروح اخش طب هناك، ده موضوع تاني. هي دي الفكره في كده، يعني الولد ده ما عرفش مش جايب سكورات والدنيا كلها باظت معاه، فراح دخل طب في مش عارف في روسيا ولا فين، والجي بي اي بس و6000 دولار يعني. لكن انا عندي القدره ان اخش في مصر، طب مصر احسن لي، لان تركيا ومصر مش فارقه في الشهاده. ما اعرفش اي حاجه عن اليابان، ما عنديش فكرة عن اليابان في أي حاجة. دائما بنبدأ بالنسبة للطلبة بتبدأ من 10 عشان لما أخش في 11 أنا جاهز. في محاولات بتروح عليا، أنا من أول محاولة أوجست 11 محسوبة لي محاولات. طيب أنا يبقى عشان أجهز لمحاولة أوجست أكون بدرس من 10، أكون خلصت الكورسز وحليت امتحانات، أخش في أوجست أجيب سكور، خلصت من الماس يبقى ورايا إنجليش. على حسب انت بتقدم فين احمد عز الدين. سات 1 اناف، على حسب انت بتقدم فين. يعني في مصر سات 1 عشان تخش جامعه ادبيه، كليه ادبيه يعني اداب انجليش، كفايه سات 1. بس احنا بناخد اي اس تي 2 او سات 2 او اكت 2 عشان نزود السكور 15% يروحوا منك ليه. في سات 1 بس، في حاجات مش مفيش، بس علميه لازم تاخد 2. أنا ما عنديش مانع أوجه أي حد، أنا بقول في ندواتي كل الحاجات الحلوة والطالب بيختار، ومنوسع يعني أفقهم جامد جدا، لدرجة إن في طلبة ما بسبب إن هو عرف مني معلومات بدأ يفكر في حاجات قبل كده ولا كان بيفكر في حاجة خالص، لدرجة إن هو بعضهم أنا هخش إيه أنا ما أعرفش عايز أخش إيه، أنا ماليش طموحات أساسا. لما بنفتح عينيهم بيبتدي الطموحات تشتغل وبياخد موتيفيشن عالي جدا، وبيخشوا حاجات حلوه على فكره. في ولاد صدقوني لو دخلوا ثانويه عامه يسقطوا، النهارده في كليه الطب وناجحين، صدقوني ناجحين. لا السات في السعوديه مقبول، السات في السعوديه مقبول ماشي. قلنا خلاص كل طلبة اللي بره مصر سات اكت اي اس تي ثلاثة مقبولين، امتحنت جوه مصر بره مصر كل حاجة مقبولة ليك ما دام مدرستك بره مصر. اللي مدرسته جوه مصر يا اي اس تي يا اكت، لغاية امتى؟ لغاية جولاي. بعد جولاي هيتشال الاكت هيبقى اي اس تي بس الى ان يجد جديد. احتمال الوزير يخلي الاكت كمان يكمل، احتمال نوت شور، في كلام على الموضوع ده لسه ماشي، عشان يعني يكافئوا ما بين اللي بره مصر واللي جوه مصر يعني. تمام. اما اللي جوه مصر لو امتحن سات مش مقبول، مقبول بره بس مش مقبول جوه.
الكلام ده كان زمان شوية يا ثريا. الناس زمان كان النظام التنسيق ما بيطلبش 12 سنة دراسية، ماشي؟ جه فتح السرور قالك لازم 12 سنة دراسية. قديم يعني، أنا عشان قديم شوية بقول لكم أخبار قديمة حبتين، بس كان فعلا في وقت من الأوقات كان الطالب يعني الأمريكان دبلومة والآي جي كانوا بيخشوا جامعة بدري، ما كانش لازم 12 سنة دي. دلوقتي لا، قانون التنسيق لازم 12 سنة، لازم كده يكون واخد 12 تسلسل دراسي، 12 سنة دراسية، تمام؟ فاللي زمان ما كانش فيه الكونديشن ده الشرط ده، وبالتالي الطلبة كان ممكن تخش بدري اي جي وامريكا. اللي عايز مني اي تفاصيل انا تحت امركم في اي حاجه، والندوه بتتسجل وهتنزل كمان على الجروب، يعني بلاش حد يطلع من الجروب عشان يبقى فيه تواصل، واللي عايز حاجه والندوه بتتسجل وهتنزل على الجروب عشان عايز يبص عليها او عايز اي معلومات زياده او يتواصل مع اي حد من التيتشر، مفيش مشاكل. اللي بره مصر، بص اي جنسيه مهما كانت عشان تخش جامعة في مصر لازم تتبع قوانين التنسيق. قانون التنسيق بيقول الطالب اللي مدرسته بره مصر شغال معاه ساد اكت اي اس تي، التلاتة مقبولين، حتى الاي اس تي مقبول. اللي جوه مصر السات مش مقبول. ليه؟ عشان موضوع التسريب، ان هنا كانوا بيسربوا الامتحان وكولج بورد سحبت نفسها، فالقصه دي خلت قال لك لا، اي حد مدرسته جوه مصر حتى لو امتحن السات بره مش هنقبله. اوكي، فبقى المقبول اكت واي اس تي، وقال لك بعد اوجست 15 اوجست هنوقف الاكت كمان، بس احتمال يكمل، احتمال يكمل، مش وقت حكايه بيسربوا الامتحان ازاي دي. مافيا كان جوه مصر يسربوه قبل اللي بيوصل السنتر بثلاث ايام، بعد كده ناس شغالين في ايميد ايست بره مصر، اعتقد الاردن، لان هم اللي بيعرفوا يسربوا الامتحانات في الاردن، فبيطلعوا الامتحان، شغالين في الايميد ايست هناك بيطلعوا الامتحان قبلها باسبوع او 10 ايام، لان يعني الام بيجي على الايميد ايست وبعد كده يتوزع على السناتر، فما دام قبلها باسبوع او 10 ايام اكيد من الايميد ايست. صعب في المطار، يعني حكايه المطار دي انا سمعتها بس صعبه شويه، فهو بيبقى من الايميد ايست في بلد من البلاد. اللي بره مصر يكمل سات عادي، اللي بره مصر يكمل سات عادي، جريد 10 11 12 مكمل معاك السات عادي، لغايه ما الوزير يطلع الاي اس تي بره مصر. لو عرف يطلع الاي اس تي بره مصر خلاص هيبقى كله اي اس تي، بات مين وايل لسه خالص يعني. اللي عايز يكلمني مفيش مشاكل، تحت امركم. انا ما اعرفش الويت فاليو بتاع الشهادات الجامعات، اللي انا لسه حتى ما اعرفش الجامعات الدوليه دي ايه، لسه ما اعرفش عنها اي حاجه، الموضوع لسه جديده، انا لسه ما اعرفش. الاي بي اكزامز بالنسبه للرياض منارات وشويفات، بالنسبه لجوه مصر اكيد فيه، بس فين ما اعرفش، اكيد في الشويفات والمدارس الكبيره، ان يعني في طلبه بتطلع بره فاكيد عندهم اي بيز. ده لازم الاي بيز معاده مره واحده في السنه، شهر مايو، ماي اونلي، ماي اونلي. السات عاده جرى العرف سنتين، بس ممكن بلاد تقبله اكتر من سنتين، يعني الاي اس تي هو قال لك 3 سنين، فهو بناء على المكان اللي بقدم ليه الشهاده. قال لك شغال معايا ثلاث سنين، هو عرف الشهادات الدوليه، عرف الشهادات الدوليه سنتين، اكتر من سنتين يقول لي اكسبايرد، لا اعمل رينيو للشهاده خش تاني. ده العرف بتاع الشهادات، بس الاي اس تي قال لك ثلاث سنين فاليد في مصر. انا ممكن ابعت لكم اللينك فيها مواد اي بيز، فيها كتب للاي بيز، ممكن تبصوا عليها فتاخد الكتب الاي بيز اللي مناسبه ليك، ماشي؟ عشان انا مش عارف اختار ايه اي بيز، ما انا بختار مواد. هو دايما اللي بيفكر في سكولارشيب بياخد من 3 لـ 5 مواد،
ولو في 3 مواد جاب فيهم ايه بياخد حاجه اسمها اي بي ريورد، شهاده كده اسمها اي بي ريورد من كوليدج بورد. فالاي بيز حلوه جدا قويه جدا، بتنفع في المنح الدراسيه قوي، وبتشيل الماده من الجامعه لو دخلت في امريكا، دخلت الاي او سي بس مش في كل حته. فما حدش ياخد حاجه كده ايه، الناس بتكتب ال 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 الاسئله. مين سامح؟ استاذ سامح لو عايز تبقى يعني، انا شايف الاسئله على الشاتنج وانا بجاوب عليها. انا ما بديش كورسز للاي بيز، كل اللي عندي خدوا اي بيز ذاكروها مع نفسهم، وكتب اللي بعتها لهم والحاجات دي ولينكات حلوه وكده بيذاكرها مع نفسه. بس في ناس بتدي كورسز اي بيز، هي بس ضغط الشغل اللي بيحكم على التيتشر دايما. يعني انا كنت بدي كل حاجه، بس مره واحده الناس بتهجم عليا في حاجه. بس كنت بدي ثانويه عامه، كنت بدي اي جي، ساعات مره واحده بيبقى في ضغط شغل في حاجه معينه فبيخليك غصبا عنك تمسك حاجه، هي بتبقى كده ضغط شغل مش اكتر. اي مدرسه او مش سنتر، اي مدرسه بتقدم انها تبقى سيرتيفايد سنتر من المنظمه نفسها، ومنظمه بتيجي بتقدم بتشوف المكان المناسب ولا لا بناء على اذا كان ليها ممثل جوه البلد، ايميت ايست ممثل للسات، وفي اللي هو الكونكت مي ممثل للاكت، بيشوف المكان المناسب ولا لا وبيدي له سيرتيفايد سنتر. سيرتيفايد سنتر ان هو يعمل الامتحان جواه. اللي عايز يكلمني بعد السيشن في اي وقت مفيش مشاكل. واللينك بتاعت الاي بي بوكس هبعتها على الجروب، هبعتها على الجروب بتاع الكونفرنس. تمام. طيب معاكم مستر جون تاني عشان لو حد عايز يعمل اي كويشنز مع مستر جون.